بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. وعندما يصبح الغضب الصامت أكثر هديرا من صخب البراكين الفائرة. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابة. حلقة تأتي في ظروف مهمة جدا، صعبة وعصيبة تمر بها الكرة المصرية، خروج المنتخب من بطولة الأمم الأفريقية ألقى بظلال كثيفة وشديدة القتامة يا باشمهندس. أستاذ إبراهيم، المسألة كانت مسألة وقت. المريض كان في غرفة الإنعاش. فعندما تسمع خبر الوفاة تتألم ولكنك لا تفجع. أنت منتظر اللحظة دي. هي جت بدري شوية. أنا كنت بتفرج في كافيتيريا. وكان في ظهري كافيتيريا تانية وعلى يميني كده، بس كان سبقانا، يعني احنا بنتفرج على الشاشة هي سبقانا خمس ثواني او حاجة زي كده. فانا قاعد متضايق، حرقين للماتش. الرياكشنات سريعة، لكن ما كانش في احداث تستدعي انك انت يعني تقول حرقتها لي او فوتها لي، لحد ما لقيت مجموعة من يعني مش عارف اسميهم اطفال ولا شباب، لسه ما بقوش شباب، من 12 ل 15 سنه قاعدين ورايا كل شويه يضحكوا ويخبطوا في ظهري، لحد ما لقيت حد منهم بيقول جول، بيضحك، فافتكرته بيهزر، لحد ما شفت عندي انها جون فينا احنا. استوقفني المشهد لانهم انفجروا في الضحك، فبصيت لهم كده، بصوا لي وكملوا ضحك. شفت يميني قدامي شمالي، ما شفتش اي ملامح لثوره او حد رزع برجله، او زي ما بنحصل لما تخسر في ماتش انت يعني هيخرجك بره البطوله. انت عبرت عنه الحزن الصامت قوي، كدمه. وانا بعد الماتش قمت وانا ماشي، كل حد من شباب الكبير الناضج بقى ماشي جنبي، فبيقول لي ينفع كده يا كابتن؟ قلت له كنت منتظر ايه؟ قال لي على رايك. هذا كل ما سمعته. كنت منتظر وتبادلته إيه؟ الناس كلها مستنيه. بس زعلانه جدا جدا. لكن مش مفجوعه لانها ما اتفاجئتش. احنا لعبنا واحده من اسوأ البطولات اللي لعبناها في حياتنا. صحيح صحيح. انما انا مبسوط ان فات يوم او يومين دلوقتي. وإن احنا هندلي بدلونا باستفاضة، لا بموضوعية. لأن أما تطلع وأنت زعلان وأنت غضبان في اللحظة، صوت الغضب انفعالي، ساعات بتبقى انفعالاتك الشخصية تاخدك في سكة شخصية. أنا عن نفسي حاول أكون تحليلي موضوعي جدا، ما فيهوش نوع من لا الغضب من فلان ولا من علان، لكن هنقول الشواهد، لان الحقيقه احنا نوهنا هنا يا استاذ ابراهيم بطريقه مستتره، ما كناش عايزين يبان ان احنا يعني متشائمين، لكن قلنا على الاعلانات اللي اتعملت قبل البطوله. وانا كان ليا تحفظ ان احنا بنحتفل قوي في شكل الاعلانات، ولاعبتنا اللي كانت داخله المعسكر مش مركزه بتعمل اعلانات. مش عارف مصير الاعلانات دي كلها ايه، ما اظنش ان حد هيجرؤ يزيحها دلوقتي. لا احنا بنخمس من سنه كام ولا بنشمس من امتى؟ بنشمس من انت. والراس بالصدور والارداف، كل ده حاجات كانت مضايقاني، خلق مناخ تاني خالص. وانا قلت، لمعت تلميحه خفيف كده. وبعدين استحضار مناخ كاس العالم الذي لم يعالج، ومن ثم تم تكرار الاخطاء بنجاح، فيها تفاصيل مؤكد هنستطرد في التفاصيل، لكن باذن الله بتحليل موضوعي. تمام. بس قبل ما اخش في الموضوع ده، يا اخي الناس بتهيأ لها انها بتجاملنا، انها تطلبنا في التليفونات. سمعت يا كابتن فلان؟ سمعت يا كابتن علان؟ ايه خير باذن الله؟ انا ما سمعتش الحقيقه. يوم يقول لك على حد شتمك، على حد تجاوز حقك، على حد لازم ترده على علان. انا يعني
انا بشكرهم وبطلب منهم من فضلكم ما تكلمونيش في اللي شتمني واللي تجاوز في حقي. احنا عندنا اعداد، الاعداد ده لو شاف ان في حاجه تمس النادي الاهلي هنرد عليها، اللي يمسنا شخصيا من فضلكم ما تبلغوناش بيه، لان الحقيقه الكلام كان في تجاوز كبير في حقك وفي حق الكابتن سيد ثم في شخصي بلا مناسبه. مش عارف بقى انت سمعت حاجه زي كده انا ما سمعتش، لكن سمعت كتير كلمات الامام الشافعي وهو بيقول: يخاطبني السفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبا، يزيد سفاهه فازداد حلما كعود زاده الاحراق طيبا. وبيقول: اعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه، ما ضر نهر الفرات يوما ان خاض بعض الكلاب فيه. لا دي عايزه قمه الترفع وقمه المسؤوليه. والله انت رديت فاوجزت. حاجه غريبه جدا، يعني نرجو ان كل واحد يلتفت الى حاله شويه. الاهلي بيلتفت الى حاله وبينفذ فتره اعداده القويه جدا في اسبانيا. لعب النهارده مباراه وديه، الخواجه لسارتي مهتم انه المباريات الوديه اللي هيلعبها تكون متدرجه المستوى، عشان كده هي مباراه بسيطه لعبها مع فريق صغير علشان يبدا يجرب بعض الحاجات التكتيكيه وكمان يجهز اللعيبه من الناحيه البدنيه. ففاز الاهلي النهارده على فريق اسباني صغير اسمه سوكر سمارت، فريق احدى الاكاديميات، فاز عليه 9-0. زي ما قلت لكم العبره مش بالنتيجه، العبره في تجهيز الحاله البدنيه وبعض النواحي التكتيكيه اللي الخواجه في فتره الاعداد بيجربها. فاز الاهلي 9-0. المباراه ان شاء الله قناه الاهلي هتعيد او هتعرضها مسجله بعد حلقه الليله دي باذن الله. المباراه اقيمت على ملعب لافينكا بمدينه الليكانتي ضمن هذا المعسكر. سجل الاهداف منهم 5 اهداف في الشوط الاول، حسين الشحات في الدقيقه 11، وليد ازارو سجل هدفين في الدقيقتين 34 و40، مدافع سمارت سجل هدف في مرمى، رمضان صبحي سجل في الدقيقه 37، الشوط الثاني صلاح محسن سجل في الدقيقه 60، وناصر ماهر سجل في الدقيقه 67 هدفين، واحمد الشيخ سجل هدفين 81 و90، وعلي معلول اضاع ضربه جزاء. اشرك طبعا الخواجه في بدايه المباراه علي لطفي في حراسه المرمى، علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعه واحمد فتحي، في وسط الملعب لعب حمدي فتحي وعمرو السوليه ورمضان صبحي وصالح جمعه وحسين الشحات. انا بس عايز اعلق على الجول الرابع اللي احرزه رمضان صبحي، لانه تسديده قويه من خارج المنطقه. هو ده انا عايز بقى، ده التطوير الذي يجب ان يحدث، مهاره الشوتينج للكابتن هي عنده بس ما بيستخدمهاش، بدليل انه جاب جون النهارده من بره 18 قوي. اعتقد هتضيف اليه انه يبقى طماع شويه على الجون وفي شراسه اكتر. يعني مش هحرق تفاصيل، وانت طبعا عايز هتتجنن تعرف كواليس تجديد رمضان، اما وانه قد انتهى وباسالني في وقت ما تحب. رمضان وصفقه اللاعب المالي طبعا لازم هنقف عندهم، لان الحقيقه صفقه رمضان دي عايزه كلام يعني. طيب شريف اكرامي بيعود للتدريبات في اول اغسطس ان شاء الله بعد تعافيه باذن الله، بيقطع برنامج او خطوات جيده في برنامجه العلاجي. والكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى بيطلب من محمد الشناوي حارس المرمى الدولي تجاوز ازمه خروج المنتخب. وهنا عايز اقول حاجه، لانه الناس بتقارن كتير بين حاله الشناوي مع الاهلي وحالته مع المنتخب، وهنا يرجعها لكابتن احمد ناجي وهنا يسال عنها كابتن طارق سليمان. في الحالتين عايز للانصاف والموضوعيه. كابتن احمد ناجي واحد من افضل مدربي حراس المرمى المتطورين فكريا، حتى يعني حتى في فكر تدريب حراس المرمى واحد اضاف وجدد وطور، وبصماته واضحه جدا مع كل حراس المنتخب وحراس النادي الاهلي، فمش محتاج لا مزايده ولا مقارنه. لكن ارجع لو محمد الشناوي مستواه اهتز في مباراه او في كوره من الكرات مع الاهلي يبقى ده سبب كابتن طارق سليمان، ولو اجاد مع المنتخب يبقى سبب الكابتن احمد ناجي. في الحالتين المساله مش دقيقه ومش موضوعيه، لانه مفيش مدرب منهم هيخلق مستوى معين لحارس المرمى بين يوم وليله. حارس موهوب هو بيجهزه،
بيجهزوا ذهنيا ذهنيا بالذات كمان وبدنيا، لكن في كل الاحوال تركيز الشناوي ممكن مع المنتخب نظرا لاهميه الحدث بيبقى اعلى، المنافسه الشديده اللي موجوده اعلى، درجه الاهتمام اكتر. نتمنى ان نفس الحاله ونفس الظروف اللي كان عليها الشناوي مع المنتخب تستمر فيها مع الاهلي. شوف الاثنين ولاد النادي. ايوه. والاثنين مرنوا في النادي. ايوه. وكابتن احمد ناجي عنده خبرات اخرى مع المنتخبات. صحيح. فاحنا يعني نفخر بان الاثنين بيتم الاشاده او المقارنه بينهم. انما هي الحقيقه انا مستغرب. لا كابتن ناجي ولا كابتن طارق سليمان هيعملوا حاجه مش موجوده اصلا في الشناوي. صحيح. الشناوي يسأل عن مستواه في أي لحظة يتألق فيها، هذا إبداعه الشخصي. أيوه. إعداده يبقى كويس يبقى جاهز، عندما يخفق هذا أيضا نوع من عدم التركيز مش عدم القدرة. يعني عمر الشناوي ما غلط لأنه كان وحش، إنما في نفس المباراة يعمل لك حاجات كويسة وبعدين لحظة شرود أو ظرف. والحمد لله اخطائه مع الاهلي هي بس عشان كانت مؤثره في افريقيا فالناس فاكراها، لكن هي مش كتير. الشناوي لعيب حارس مرمى موهوب ومن صحيح. زمان صحيح. وعنده قدرات بدنيه هائله هيلة. وعنده شخصيه عنيده يستطيع ان يستفيد من هذا العناد. أيوه. عايزينه بقى ايه يركز، لكن برضو عايز اقول حاجه، دائما انك انت تركز على مهمه، انت داخل مع المنتخب فترة تستدعي منك كل طاقتك في الدوري والمسابقة الممتدة. بيجي لك تذبذب لان المسائل ممتدة جدا. نتمنى من الكابتن الشناوي وكل حراس المرمى في النادي الاهلي ان يعرفوا ان في لحظات حاسمة بتحسم بطولات لازم يكونوا في كامل لياقتهم وتركيزهم ان شاء الله. انما كابتن الشناوي عمل بطوله ولا اروع. وعشان كده الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيطمئن على الشناوي وعلى كل اللعيبه الدوليين بعد ما انتهوا من معسكر المنتخب، وبيحاول يخرجهم من الحاله اللي هم فيها ويشد من ازرهم، وكلف المهندس سمير عدلي بالمدير الاداري للفريق بانهاء سفر اللعيبه الدوليين لاسبانيا للحاق بالمعسكر ان شاء الله. لسارت المدير الفني عمل جلسة مع رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاييه وأحمد الشيخ على هامش المعسكر لتجهيزهم للمرحلة اللي جاية، وأيضا لعلاج بعض الأخطاء في أداء تدريباتهم، وباعتبار أن هم القوة الضربة اللي بيعول عليها الأهلي كتير في المرحلة اللي جاية. مصطفى شوبير حارس المرمى الصاعد انتظم في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة اللي لحقت به، والكابتن سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي بيشيد بكل ثمار هذا المعسكر اللي شايفين حضراتكم بعض الجوانب منه في التدريبات. هنشوف في نهاية الفقرة الخبرية لقاء كابتن سامي قمصان كريم أحمد موفد القناة مع سامي قمصان في أسبانيا، لكن منذ لحظات انتهى مجلس إدارة النادي الأهلي من اجتماعه المهم برئاسة الكابتن محمود الخطيب. المجلس ناقش عدد من الملفات المهمة في الاجتماع، قراراته شملت التصديق على محضر الجلسة العاشرة واعتماد مجموعة من القرارات في الجلسة الحادية عشرة اللي عقدت النهاردة. اعتماد قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل المجلس بإدارة ملف كرة القدم بشأن الموافقة على استئجار طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم للسفر إلى أسبانيا لخوض المعسكر في إطار حرص المجلس على توفير أقصى درجات الجاهزية والاستعداد والراحة للفريق. واعتماد قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بشأن تفويض المهندس خالد مرتجي عضو المجلس بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع إدارة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لإنهاء صفقة تمديد استعارة رمضان صبحي للأهلي، وتم الإعلان عن استمراره بصفوف الفريق لمدة موسم جديد بعد إنهاء المفاوضات بنجاح مع الجانب الإنجليزي، وبناء على رغبة اللاعب اللي تمسك باستكمال رحلته مع النادي بحثاً عن تحقيق البطولات المحلية والأفريقية. ودي هرجع عليها للمهندس عدلي بعد القرارات.
أيضا قرر المجلس اعتماد قرار الكابتن محمود الخطيب بشأن سفر أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات إلى الجزائر لإنهاء صفقة اللاعب المالي أليو ديانج لاعب المنتخب المالي الأولمبي ونادي مولودية الجزائر، ودي صفقة مهمة برضو هنتكلم فيها مع المهندس عدلي. كما تقرر الانتهاء من إجراءات تسلم أجهزة الاستشفاء اللي تم التعاقد على شرائها والخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتجهيز اللاعبين وإتمام عمليات الاستشفاء على أعلى مستوى تقني يطبق في أكبر الأندية العالمية، على أن يتم الشروع في تركيب هذه الأجهزة بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة. كذلك الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالجيم الجديد وغرف خلع الملابس للفريق الأول بملعب مختار التتش، اعتماد اللائحة المالية لقطاع الناشئين، واعتماد تشكيل إدارة اكتشاف المواهب برئاسة الكابتن محمود صالح، واستحداث حوافز جديدة للمدربين واللاعبين بناء على القرارات الخاصة بلجنة التخطيط لكرة القدم اللي الكابتن محمود الخطيب عرضها اليوم على المجلس وتم التصديق عليها، اعتماد طلب مدير أكاديمية كرة القدم بالموافقة على اشتراك أبناء أعضاء فرع الشيخ زايد والتجمع الخامس بفرع الأكاديمية في مدينة نصر والحصول على كافة الامتيازات الخاصة بهذا الملف، اعتماد إنشاء فرع لأكاديمية النادي الأهلي في أبو كبير بمحافظة الشرقية، ودي بشرة سارة لكل الأهلوية في الشرقية وما أكثرهم، اعتماد عقد السويدي أولا ليند جرين ومساعده روبرت مخطط الأحمال البدني لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في الموسم القادم، ودي صفقة مهمة جدا ومدرب عالمي كبير هنتكلم عنه، وذلك في إطار خطة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب للنهوض بجميع الفرق الرياضية واستكمال رحلة البطولات والإنجازات التي تليق بأمال وطموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات. مجلس الإدارة أيضا قرر توفير برنامج تحليل إحصائي لكرة السلة والموافقة على إقامة مباراة اعتزال اللاعب الدولي الكبير طارق الغنام كابتن الأهلي، والموافقة على إعارة نيرمين إبراهيم لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة إلى نادي سبورتنج للموسم الحالي 19-20، والموافقة على تعيين طبيب بالجهاز الفني لفريق كرة السلة للرجال. اعتماد قرار تعيين اللواء خالد بدوي مديرا للأمن بفرع الشيخ زايد، وأيضا اعتماد تعيين خالد سرور مديرا لمجمع حمام السباحة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك في إطار استكمال الهيكلة التنفيذية بالنادي. قرر مجلس الإدارة أيضا اعتماد لجنة البت الخاصة بتطوير الموقع الإلكتروني للنادي بعد التعاقد مع واحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، وذلك بناء على توصية محمد الصبان مستشار مجلس إدارة النادي لشؤون التكنولوجيا أو لتكنولوجيا المعلومات. أخيرا قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم الموافقة على إبرام بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة انطلاقا من الدور المجتمعي والخدمي للنادي الأهلي في قضايا الأطفال والأيتام، على أن يعقد مؤتمر صحفي لكشف التفاصيل الخاصة بهذا البروتوكول يوم 22 يوليو بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. دي قرارات مجلس إدارة النادي. ملاحظات يا حبيبي. اتفضل. مجموعة قرارات فيها ما بين الإنشاءات للكرة للنشاط الرياضي للتكنولوجيا المعلومات و يعني للدور المجتمع للنادي الأهلي. إذا النادي الأهلي باختصار يتحرك في كل اتجاهات. لكن أتوقف عند أولان ليندنبرج أولان اسمه ايه ليند جرين السويدي مدرب منتخب مصر والمدرب الاحمال روبرت اللي معاه. ده من الخطوات الهامه جدا والقرارات الهامه جدا. ليه؟ السويد مدرسه مميزه متفوقه في كره اليد، فلما النادي يجيب واحد بالمستوى هو سويد، هي الدنمارك السويد بالترتيب كده، الدنمارك والسويد كاتوجري رقم واحد، ثم فنلندا والنرويج. لما جي لك بقى انت من المدرسه دي كمان مدرسه مميزه مع مدرب تاريخه كبير جدا وكسب للنادي. طبعا لازم ياخد الجوله دي، ده مدرب الاحمال بتاعه وهو الاصلع ده ولا ايه؟ مع العميد محمد مرجان كمان.
فطبعا دي خطوة مهمة تدل على انك انت عايز تطور وتنقل كرة اليد نقلة اخرى علمية. مصر مصنفة على مستوى العالم من الدول المتقدمة في كرة اليد. لكن هذه خطوة جنبه طبعا كابتن جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة كابتن كرة اليد في النادي الفترة الطويلة. فكون المدرب ده يجي يوافق يمرن هنا انه شايف انه يقدر يعمل حاجة مع النادي الاهلي. خطوة جيدة يحيى عليها النادي الاهلي والنشاط الرياضي طبعا وجهاز كرة اليد لكن انا ملاحظ ان في مجهود كبير جدا بيبذل في الالعاب الجماعية تحديدا السنة دي الباسكت وكرة اليد. اتمنى ان احنا نشوف ثمار هذا المجهود يعني. ليندجرين حدد المدير الفني الجديد بقى لكرة اليد في النادي، واحد من المدربين الكبار جدا بيملك سيرة ذاتية هايلة وعالية الحقيقة. حدد يوم 22 يوليو الجاري موعدا لبدء فترة الإعداد الجديدة، وحرص بعد ما اجتمع مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي على وضع خطة الإعداد للموسم الجديد، وأعرب أيضا عن سعادته بتولي قيادة الأهلي، وأكد أنه هيسعى لتقديم مستوى متميز مع الفريق في الفترة اللي جاية. قال أن الكرة الحديثة كرة اليد الحديثة حاليا بتعتمد على الدفاع المستميت واللعب على الفاست بريك، وأكد أنه بيسعى لتقديم عروض مميزة مع الأهلي. قال أنه الفريق بيضم لاعبين على أعلى مستوى، بعضهم صغار السن عندهم مواهب واضحة وعندهم طموحات كبيرة، سعيد بالتدعيمات اللي تمت حسب ما أخطر بيها من الجهاز، لكنه بيعقد جلسة أيضا مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني بالكامل والكابتن عمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد للحديث عن خطة العمل في الفترة اللي جاية. رحب بكل اللعيبة وأكد لهم على أهمية المرحلة اللي جاية، ضرورة القتال بروح عالية جدا في اللعب حسب ما هو بيؤمن بهذه الطريقة، وبيرجع لبلاده بكرة إن شاء الله على أن يعود لاستكمال مهمة عمله يوم 21 الجاري بإذن الله. خطوة جيدة، ننتظر نتيجتها بإذن الله. طيب ماذا يحدث للأهلي في أسبانيا؟ معسكر الأهلي كابتن سامي قمصان، هنطلع لفاصل، قبل الفاصل نشوف سامي قمصان مع الزميل كريم أحمد في معسكر أسبانيا متحدثا عن ثمار وظروف هذا المعسكر، ونرجع بعد الفاصل وبعد التقرير من أسبانيا عشان نشوف ليلة الصدمة حصل فيها إيه وإيه اللي هيحصل بعدها. التجهيز للمعسكر بيحتاج شغل كبير سواء من اداره النادي الاهلي من مجلس الاداره، بدايه من توفير طائره خاصه، لان طبعا الترانزيت والسفر كمان من مدريد او من برشلونه الى الكانتي هياخد وقت كبير جدا، لكن طائره خاصه في معسكر النادي الاهلي ده امر اكيد يحسب لمجلس الاداره وبيساعد بشكل كبير جدا يا كابتن سامي، رايك ايه في هذا الامر؟ طبعا دي نقطه مهمه جدا يعني اتكلمت فيها، دي برده من الحاجات اللي ادتنا ارتاحيه كويسه، لان انت عارف لو كنا رحنا مدريد المسافه حوالي 4 ساعات، غير يعني انت بتتكلم في حوالي 8 ساعات عشان تيجي هنا، ممكن دي اللي عانت برضو منها الفرق اللي كانت بتيجي هنا، كانت لازم تروح ترانزيت سواء بقى مدريد او الفرق او برشلونه مثلا او تروح مثلا المانيا عشان تيجي هنا يعني، لكن الحمد لله احنا كل الشكر طبعا لمجلس الاداره، ودي مش حاجه غريبه على مجلس الاداره اللي هي توفير كل السبل لنجاح الفريق الاول، ودي حاجه تحسب ليهم يعني وحاجه مش جديده عليهم يعني. اما بنتكلم على معسكر اعداد الناس ممكن تنظره بشكل مختلف، ان بتبقى لعيبه طبعا في حاجات ترفيهيه ولعيبه فكه بلغه الكره، لكن احنا عندنا ظرف خاص جدا يا كابتن سامي، بنكمل الدوري وعندنا بدايه الدوري، يعني بتشوف الامر ده ازاي؟ لان ده بيسبب عبء كبير على اللعيبه على الجهاز على مجلس الاداره، اللعيبه لابد تركز ولابد تبقى في التوب فورم، امر صعب بنعذركم لكن يعني ثقتنا فيكم كبيره جدا يا كابتن سامي في الجهاز وفي اللعيبه، 3 مباريات ان شاء الله يكونوا من نصيبنا، برضه نقطه مهمه عايز اتكلم فيها، بشوف الامر ده ازاي؟ يعني هو مش شرط المعسكر ان انت تبقى معسكر 24 ساعه حياتك كلها كوره والكلام ده، لا بالعكس يعني انت برضه انت بتتعامل كانسان يعني، انت عليك ضغوط كبيره، سايب بيتك عشان تيجي تتمرن حوالي فترتين، وفي اوقات كتيره بتتمرن 3، عندك مرات وديه، بيجي لك فترات برضو انت بيبقى في بعض الملل، لازم انت تخرج اللعيبه ده، وده الحمد لله اللي متوفره برضو هنا في المعسكر، ودي حاجه ايجابيه جدا يعني، انت بتشوف في بلاي ستيشن لعيبه بتلعب، في تنس طاوله برضو لعيبه بتقدر تلعب، في بتقدر تتفرج على الماتشات، بتتفرج مع بعض على الماتشات مع اللعيبه والجهاز، ويمكن طبعا كل الاسف طبعا المنتخب مصر خروجه يعني، لكن ان شاء الله اتمنى التوفيق في اللي جاي يعني، فكل الحاجات ديت برضو يعني بتعمل جماعيه، لان الحاجات دي كلها مهمه جدا، تبقى بتدي جماعيه للفرقه، بتدي اللعيبه يعني كل خش في مع بعض
يمكن توقيت المعسكر نفسه يعني يمكن كل سنه كان بيبقى فيه لعيبه جديده بتخش الفرقه، لكن انت دلوقتي انت في ظروف تانية اللي انت عاوز تاني بتفكر في ماتشات مهمه اللي جايه، سواء ان شاء الله عشان تنهي الدوري ان شاء الله وانت محقق البطوله، عندنا ماتشين مهمين جدا، عندنا بعد كده تكمله كاس مصر وبعد كده سوبر، فكل الحاجات دي طبعا من الاهداف اللي الراجل بيسعى لها واللي احنا بنفكر فيها وبنتكلم مع اللعيبه فيها، لان احنا اللي انت مش لسه في بدايه فتره الاعداد، لا انت بتكمل الموسم يعني، وده ان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفقنا فيه ان شاء الله. على ذكر المنتخب، يمكن كنت بتابعوا الماتش مع الفرقه كلها والجهاز الفني كان قاعد، واكيد كانت حاله حزن وكلنا كنا يعني اكيد متضايقين جدا، لان كان عندنا امل ان احنا نرفع الكاس في بلدنا. الجمهور كان مدي رساله كبيره جدا، الشكل العام، الافتتاح، التنظيم. كلمني على الكواليس اللي شافت اللعيبه المباراه وكواليس كمان الجهاز شافت المباراه ازاي يا كابتن؟ يعني بالنسبه لنا طبعا كنا طبعا كل الفرقه زعلانه، احنا والجهاز، حتى الراجل، والله الراجل كان متاثر جدا وزعلان جدا، يعني حاجه طبعا كانت هتبقى كبيره جدا لو خدنا البطوله بنلعب عليها على ارضنا، ويمكن حققنا البطوله في حققنا اللي احنا ناخد البطوله وحققنا عملنا طفره انشائيه سواء في الملاعب او في الطرق وفي الفنادق والحاجات كتيره، وكانت يعني عامله رواج كويس في للبلد من كل المسؤولين في البلد، بدايه من الرئيس السيسي لكل القيادات اللي في البلد اللي كانت مهتمه جدا اللي هي تنجح البطوله، فعلا من انجح البطولات اللي اتعملت في افريقيا، وممكن اول مره البطوله تتلعب فيها 24 فرقه وحاجه تحسب لمصر، ودايما كان املنا طبعا ان احنا نحقق البطوله، لكن الحمد لله يحسب لينا ان احنا برضو عملنا حاجه كويسه، رجوع الجمهور الحمد لله بقى في السياحه برضو حاجه كويسه، الناس بقى عندها ثقه خلاص اللي هي تقدر تخش ماتشات ويرجع تاني ان شاء الله الامور ترجع زي ما كانت ان شاء الله. عايز اتكلم في امر ممكن كابتن سامي، من اللعيبه المهريين واللعيبه اللي عارفه قيمه النادي الاهلي وكنت بتلعب بروح بشكل كبير جدا، عايز اتكلم بالتحديد على رمضان، ويمكن قرار جيد جدا من مجلس الاداره واهتمام بشكل كبير ان رمضان يكون مستمر في النادي الاهلي. خطوات كانت بعيده شويه، لكن النادي الاهلي يعني بالتواصل مع طبعا نادي هارسفيلد قرب الموضوع بشكل كبير، وبالفعل رمضان متواجد في النادي الاهلي وهيخوض الموسم الجديد مع النادي الاهلي وان شاء الله يكمل الموسم ده. النقطه دي بتشوفها ازاي؟ لان رمضان ابن من ابناء النادي الاهلي، بنشوف في الماتشات وبنشوف كابتن سامي بعد الفوز والاحضان والكلام ده، رمضان عنده روح فعلا يعلم جيدا جدا قيمه تيشيرت النادي الاهلي. النقطه دي مهمه جدا يا كابتن سامي، عايزين نوضحها لكل جمهور النادي. دي النقطه اللي انت قلتها، اللي النادي الاهلي دايما بيسعى للاعيب اللي بيحب النادي الاهلي وبيقاتل على اسم النادي الاهلي. يمكن رمضان من اللعيبه المميزه جدا، وصفقه طبعا كبيره جدا النادي الاهلي، واضافه كبيره النادي الاهلي زي ما النادي الاهلي كان اضافه ليه. عارف يعني تيشيرت النادي الاهلي، بيقاتل عشان يحقق نجاحات للنادي ونجاحات شخصيه ليه لنفسه. يمكن احنا انا شايفها ان شاء الله تكون من اهم الصفقات، وحاجه تحسب طبعا لمجلس الاداره ان تفكيره وتصميمه ان هو يحقق الصفقه ديت عشان برضه يديله استمراريه في اللعب ويديله ويدي استمراريه للنادي ان شاء الله اللي هو يقدر يحقق له بطوله. فطبعا كل الشكر طبعا لمجلس الاداره والناس اللي فكرت في كده وفكرت ان يعني انا مش شايف ان انت بتجيب ما بتجيبش لعيب بس، لا انت بتجيب يعني انطباع لكل الناس ان النادي الاهلي بيشتري اي حد هو شاريه، ان النادي الاهلي بيحب اللعيب اللي بيقاتل عشان اسم النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، وان شاء الله اتمنى له التوفيق الفتره الجايه. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما ندخل في ملف المنتخب وردات الفعل الإعلامية الكبيرة جدا، وهنتلاقوا فيه كلام فيه كثير من الموضوعية وفيه أيضا الكثير من المخاوف وملامح خريطة الطريق للمرحلة اللي جاية، خلينا نقول أنه الفترة اللي فاتت اهتم الرأي العام الكروي أهلاوي وزملكاوي تحديدا بصفقة رمضان صبحي. ناس اتكلمت انه صفقة القرن رمضان هينتقل لنادي الزمالك، ناس تكاد تكون اجزمت بانه خلاص رمضان صبحي راح نادي الزمالك، كلام كتير جدا اتقال، ثم فجأة يلقي الاهلي بكلمته ويجدد اعارة او استعارة رمضان صبحي. لا يفتى وانت موجود يا باشمهندس. ما هو دلوقتي ممكن اتكلم، الموضوع خلص الان اتحدث. لا، الموضوع ده كان عامل طبعا نوع من القلق والتوتر، لان الناس في لعيبه كده مرتبطين مع الجمهور، ان ما ينفعش ان هم يعني اول ما يشوفهمش في الاهلي وما يشوفهمش كمان في نادي منافس.
خاصة أن كل الإيحاءات والتلميحات والتصريحات اللي اقتربت من التصريحات يعني كابتن واحد كلمني قال لي كابتن خالد الغندور يكاد يكون أعلن، لأنه قال مش يعني هو مش بكرة الأستاذ خالد مرتجي مسافر انجلترا. طب هنشوف بقى. وكان قبليها بيتكلم على ان دي صفقة القرن يعني. فالناس ترجمت هذا الكلام انه مالي ايده، ان يعني طب المهندس خالد مرتجي مسافر يعمل ايه؟ الموضوع بتاع رمضان منقسم الى جزئين، جزء يخص رمضان وجزء يخص النادي. والجزئين دول في عامل مشترك، نادر شوقي الوكيل. وكيل ونادر حرفي وشاطر ويعني بيعرف يدير الامور للعيب بتاعه، وفي نفس الوقت هو عارف هيترسي العمليه على ايه. يعني هو بالنسبه له كان يعني كما اكتشفت في الجلسه بقى الحاسمه، انا تاني يوم على طول كابتن خطيب عمل اجتماع، قال لي علي في اجتماع الساعه كذا وهيكون فلان وفلان وكابتن سيد وهيجي رمضان وهيجي نادر وانت امير تكونوا موجودين. فروحنا طبعا هو المهندس خالد مرتجي كان موجود، خالد مش هيسافر اذا كنا هنشعر ان موضوع رمضان خلص بالظبط. فالحقيقه انا قعدت كده قعدته جنبي رمضان صبح رمضان وبعديه نادر قدامي بقى الكابتن لا الكابتن على لا الكابتن على راس المائده على يمينك انت ايوه يعني قدام المهندس خالد مرتجي والكابتن سعد عبد الحفيظ. فالدايره سهل انك انت حتى الايماء والايحاء تقدر تلقط منها حاجه يعني. فانا وجهت له الكلام على طول كده لرمضان قبل. معلش يا كابتن محمود، في نقاط الاول لازم تخليني انا هخش في المواضيع ولا هقعد بقى اجر الكرسي واركن. قال لي، قلت له يا رمضان، هل تحت اي ظرف من الظروف وفي اي وضع من الاوضاع هتقول اصل انا لازم اقعد وانا ظروفي والكلام اللي احنا كلنا مقدرينه ده، لكن رغم كل ده هل ممكن لما توصلناش لاتفاق دلوقتي يعني معاك يكون في قدرتنا ويحل لك مشاكلك وفي نفس الوقت نقدر على طلبات هيدرسفيلد، هل في احتمال انك تكون في مصر غير في النادي الاهلي؟ قال ده كلام يا كابتن عدلي وتحديدا، هل ده كلام؟ قلت له لا، يعني نو واي انك قال لي الله ايه حكايه. قلت له لا، انا لا انا بقطع الشك باليقين وبقطع سكه حوارات كتيره جدا وتليفونات. انا بقالي يومين يعني في دوشه، انت ممكن لو قمنا مش متفقين. قالوا ليه نقوم مش متفقين؟ قلت له بس بقى حلو قوي كده، خلاص انا بقى ايه نقعد ونسمع الكلام ونبتدي نشوف قدراتنا ايه وطلباتك ايه ونقدر نعمل ايه. واللي يدهشك اكتر انه كان متجاوب جدا. وبعدين قال لي جمله بقى اللي اسعدتني اكتر. قال لي وانت فاهم ان انا اقدر اعمل حاجه؟ ده الكابتن اكرامي كان موتني. بكل يقول لي انت ده ايه الكلام اللي بيتقال ده ومش عارف ايه يعني. اذا حتى الكابتن اكرامي اللي اتظلم كتير في الـ في الـ في, في, في الاشاعات والكلام ده. طيب هنرجع اكيد للقصه والكواليس، لكن الى اسبانيا والزميل العزيز عمر ربيع ياسين، معاه الكابتن حسين الشحات. واحد من الصفقات الصيف اللي فات كانت مهمه جدا، الاهلي بيعول عليها كتير في الموسم الجديد. مساء الخير يا عمر. برحب بحضرتك استاذ ابراهيم، وبرحب بالبشمهندس عادل القيعي، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت معانا
لقاء مهم جدا وحوار مع واحد من نجوم الكرة المصرية، واحد من نجوم النادي الأهلي، الكابتن حسين الشحات. هنتكلم معاه في أجواء المعسكر، وهنتكلم معاه بشكل عام في رؤيته الفنية في نهاية الموسم الحالي وبداية الموسم. كابتن حسين، برحب بحضرتك على قناة الأهلي. حبيبي يا عمر، ربنا يخليك يا حبيبي. كابتن حسين، يعني كنت عايز أسأل حضرتك على المعسكر بشكل عام، رؤيتك الفنية فيه، تلعب كورة وعصرت معسكرات كتيرة، لكن معسكر النادي الأهلي أكيد بيكون شكله مختلف، أكيد بيكون استعداده مختلف نهاية موسم وبداية موسم، شايف المعسكر إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحياتي الأول لباشمهندس عادلي وأستاذ إبراهيم، وطبعا بقول لهم منورين الاستوديو وربنا يكرمكم بإذن الله. وطبعا المعسكر طبعا مع النادي الاهلي طبعا بيختلف، وربنا يكرم ان شاء الله. احنا مركزين ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه، وطبعا المعسكر ده يعني كنا محتاجين كلنا، اللعيبه كلها بالجهاز، كلنا كنا محتاجين ان احنا نبقى مع بعض، كلنا محتاجين ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره ديت. احنا عندنا مباراتين لسه في بقيه الدوري، فمركزين فيها ان شاء الله ان احنا نقدر نحقق البطوله. فطبعا المعسكر مهم جدا طبعا اللعيبه كلها. كابتن حسين، يعني انت عارف دايما جمهور الاهلي يعني دايما بينتظر الكثير من كل لاعبيه، وبالذات الكابتن حسين الشحات اللي بيحبه واللي بيقدره. انت شفت حب جمهور الاهلي ليك كان عامل ازاي، ولسه لحد دلوقتي منتظر منك كتير جدا. يعني لو هنتكلم في نهايه الموسم الحالي والموسم القادم، هل شايف كابتن حسين ان شاء الله الماتشين اللي جايين، المقاولين والزمالك بشكل كبير، ان شاء الله كابتن حسين ممكن يكون في يعني المستوى اللي احنا بقى او جمهور الاهلي كله شايف ان كابتن حسين الشحات ممكن يكون عليه بعد طبعا فتره حضرتك كنت موجود في الاهلي خلال 6 شهور؟ يعني اكيد في بعض الضغوطات النفسيه والعصبيه، لكن اكيد الوضع دلوقتي كابتن اختلف، وانت كنت محتاج فتره زي كده علشان تعرف ان انت ترجع من جديد زي ما كل جمهور الاهلي معتمد وواثق في امكانياتك وقدراتك. كابتن حسين، طبعا والله يعني نادي الاهلي، جمهور نادي الاهلي محدش يقدر يختلف عليهم. طبعا جمهور نادي الاهلي ساندني كتير جدا الفتره اللي فاتت، وكان بيتمنى لحسين يرجع لمستواه، وانا ان شاء الله بوعدهم ان حسين وفريق النادي الاهلي كله طبعا ان شاء الله يرجعوا احسن من الاول، وان هم طبعا يعني عايزين يفرحوا جمهور نادي الاهلي باي طريقه، وان شاء الله نقدر نفرحهم ونهديهم بالدوري السنه دي باذن الله بعد ضياع بطوله افريقيا. فان شاء الله بوعدهم ان شاء الله انا والفريق اللي احنا ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله، نقدر نساعدهم الفتره الجايه باذن الله. تسالك على كاس افريقيا، اسالك على كاس عالم الانديه، انت واحد لعبت في كاس عالم انديه، صعدت للمباراه النهائيه، اديت مباراه عالميه قدام فريق ريال مدريد، اكيد بتحلم بتكرار الانجاز مع النادي الاهلي، واكيد طبعا التكرار انك تفوز ببطوله افريقيا وتكرار انك تحقق وجودك في كاس عالم الانديه مع النادي الاهلي اكيد هيكون شكل مختلف تماما، واكيد طموح بتحلم بيه كواحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. طبعا والله طبعا يعني بطوله افريقيا يعني انا كان نفسي احقق السنه دي مع النادي الاهلي بس ما حصلش نصيب، بس ان شاء الله نقدر نحقق السنه الجايه. كاس العالم الانديه طبعا بطوله كبيره جدا، يعني انا ما كنتش لعبتها قبل كده ولعبتها مع نادي العين، وربنا كرمني والحمد لله احرزت فيها وصلت فاينل، فاتمنى ان شاء الله ان انا اقدر اعيدها تاني وبس نحقق البطوله باذن الله مع النادي الاهلي. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحقق بطوله افريقيا ونوصل لكاس العالم ان شاء الله، لان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي محتاج لو يوصل لكاس العالم، بقاله فتره طبعا ما خدش بطوله افريقيا، فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل كده السنه دي باذن الله. اكيد المعسكرات يا كابتن حسين، انت يعني نجم لعيب كوره، احنا عارفين كل لعيبه الكوره بيبقى المعسكرات الطويله بالنسبه لهم بتكون ازمه وبتكون فيها ملل وبيكون فيها يعني 10 ايام 12 يوم الموضوع بيبقى يعني بالنسبه لعيب الكوره ممل، يعني بيكبت الحريه مش بيعرف ان هو لا والله ده انا كده بالنسبه لي يعني اصغر معسكر قضيته في حياتي. طب انا عايز اعرف انتوا ازاي هنا في الاهلي بتكسروا الملل، وازاي بقى بتتعاملوا مع الملل بشكل فيه تنوع في النشاطات؟ اشوفكم بسم الله ما شاء الله يعني حريفه في كل حاجه، بلاي ستيشن، تنس، طاوله، كل طبعًا حاجه. طبعا يعني زي ما انت بتقول طبعا بلاي ستيشن، طبعا يعني في وقت الفراغ طبعا بنلعب بلاي ستيشن، بنلعب بينج بونج، طبعا ما فيش بلياردو هنا فدي الحاجه الوحيده اللي ناقصه بس. فالمعسكرات طبعا بتبقى محتاجه اللي انت تغير يعني مودك كل شويه، بتمسك التليفون بتكلم اهلك بتكلم صحابك بتطمن عليهم بتكلم ولادك، فدي طبعا حاجه محدش يختلف عليها، بس طبعا بتبقى محتاج طبعا تلعب تنس طاوله تلعب بلاي ستيشن، فدي دي اللي اكتر حاجه بتضيع الوقت طبعا يعني. بس يا كابتن حسين في نفس الوقت احنا عارفين ان احنا داخلين على ماتشين مهمين جدا طبعاً جدا طبعاً، وبالتالي طبعاً التوازن في المعسكر والتركيز في المعسكر على
مباراة المقاولين والزمالك تاني وهفضل اتكلم عليهم علشان هم دول المهمين اللي هيحسموا اللقب اللي دايما كل جمهور الاهلي. لسه ما خلصناش الدوري يعني. تمام. وبالتالي هل ممكن يكون مباراة المقاولين والزمالك ليهم اثر نفسي واثر معنوي على لعيبة الاهلي في الموسم القادم، بما ان الموسم القادم هيكون الفارق ما بينه وما بين الموسم الحالي مسافة قليلة؟ طبعا طبعا، انت لحد دلوقتي انت في بطوله لسه ما خلصتش يعني. انت في بطوله لسه ما انتهتش، طبعا انت مركز ان انت تاخد بطوله لسه ما انتهتش اصلا الموسم بتاعها. فطبعا احنا مركزين ان شاء الله ان احنا نحقق البطوله ديت زي ما قلت لك، فبعد كده نركز بقى في الدوري الجديد. بس طبعا اهم حاجه مباراه المقاولين ان شاء الله ان انت تكسبها بنسبه كبيره ان شاء الله، ربنا يكرمك وتكون خطوه كبيره على الدوري. وبعد كده نركز مباراه الزمالك ان شاء الله، فدي حاجه مهمه يعني ان شاء الله ان احنا نكسب مباراتين، مش نكسب واحده لا نكسب الاثنين ان شاء الله. فطبعا يعني ديت احنا مركزين فيها، العشر ايام دول احنا جايين اصلا عشان خاطر المباراتين دولت. النهارده يا كابتن حسين انت لعبت وشاركت في المباراه الوديه، احرزت هدف وصنعت هدفين، اعتقد ان بسم الله ما شاء الله حتى يعني دي بدايه للمباريات الوديه استعدادا للدوري الحالي، لكن انا شايف ان هي بدايه كويسه جدا ليك، و يعني عايز تكون موجود بقوه طبعا. وعايز يكون اول بطوله ليك اكيد هيكون طعمها مختلف تماما مع النادي الاهلي طبعا. بطوله طبعا. الدوري يعني المشاركه في افريقيا، يعني الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله، المشاركه في كاس عالم انديه، وهتفتح لك بطولات كتير مع النادي الاهلي طبعا. هل شايف ان انطلاقه اليوم هي الانطلاقه الحقيقيه لفريق الاهلي ولحسين الشحات في المشوار البطوله والدفاع عن لقب الدوري؟ والله بص يعني لو انا هتكلم عن نفسي فانا طبعا يعني انا مش راضي عن نفسي، انا حسين مش راضي عن نفسه للفتره ديت والفتره اللي فاتت كمان بالاخص، يعني مستوى ممكن مثلا يكون مباراه طالع مباراه لا. فانا عن نفسي انا في الفتره اللي فاتت كلها يعني مش راضي عن نفسي خالص، فان شاء الله اقدر انا ربنا يكرمني ان شاء الله اقدر ارجع لمستوايا وان انا اعمل حاجه كويسه مع النادي الاهلي وان انا اقدر احقق بطولات. يعني طبعا مش انا لوحدي، بس انا والفريق، بس انا بتكلم عن نفسي لان انا ما ارجعش لمستوى زي ما انا بقول زي ما الجمهور قايل وكده. فطبعا هم شايفين كده فخلاص انا ما اقدرش اكلمهم، بس طبعا كل واحد بيبقى ليه طموح معينه، وانا ان شاء الله طموحي مع النادي الاهلي بلا حدود ان شاء الله. لا بس انا بحييك على الكلام اللي انت بتقوله ده يا كابتن حسين، يعني اعتقد ان الشجاعه منك كبيره جدا، ده يدل على ان انت عقليه كبيره جدا، لاعب كره قدم محترف ان هو يطلع يتكلم يقول ان انا مش راضي عن مستواي علشان انا لسه ما وصلتش للتوب فور بتاعي عشان انا عندي كتير. اعتقد ان دي نادرا لما لعيب كره يطلع يقول الكلام ده. بص يعني دي زي ما انت بتقول، يعني كل واحد اللي بتبقى ليه عقليه مثلا معينه. انا بالنسبه لي انا كويس خلاص، انا اقول كويس، انا شايف ان انا نفسي كويس زي مباراه النهارده وديه، بس انا شايف ان انا نفسي كويس لما بدات ارجع لمستواي. فالمباراه اللي انا ببقى وحش فيها لا انا وحش، اصل ما اقدرش اقول حاجه غير كده، بس طبعا بيبقى ماليش دعوه بحد، مثلا ده حد مثلا قال علي انا وحش او كويس، لا انا شايف انا نفسي ايه، بس انا زي ما انا بقول انا مش راضي عن نفسي. يعني ممكن نقول يا كابتن حسين ان بعض الضغوطات اللي كانت الفتره اللي فاتت هي اللي خلى كابتن حسين يقول كده، ولا كابتن حسين الشحات في مستواه كلاعب كره قدم لسه عنده الكتير كمان يقدمه اكتر من الفتره اللي كان موجود فيها في العين علشان يقول لكل جمهور الاهلي اللي هو بيكلمه دلوقتي يعني زي ما انا قلت بصراحه، يعني كلام كبير جدا من لاعب محترف وعقليه محترف، واعتقد ان الجمهور يا كابتن بيقدر، وانت شفت الجمهور بيقدر حسين الشحات ازاي؟ طبعا طبعا، يعني زي ما انت بتقول يعني انا بحب الجمهور جدا، يعني انا كنت واحد من الناس منهم وكنت دايما ببقى ورا الفريق، يعني اوقات كتير كنت ورا الفريق. ف يعني انا لازم اقول كده، يعني انا لازم اقول كده لاني ماليش دعوه بحد، بس ضغوطات انا مش شايف ضغوطات ايه الضغوطات الموجوده، الضغوطات اللي بيعملها ناس بره فريق النادي الاهلي، مش النادي الاهلي، مش جمهور النادي الاهلي. بس يعني كل واحد، وكمان حتى الصفقه بتاعتي كل واحد بيقول رقم. انا نفسي كل شويه اسمع رقم بشكل. طب نروح للاستوديو علشان في سؤال. اتفضل يا فندم، اتفضل يا باشمهندس. مستمتعين طبعا بالحديث. اتفضل يا باشمهندس مع حضرتك. وانت قاعد لي في حديقه استوائيه جميله. انا عايز اقول للكابتن حسين باذن الله ترجعوا من المعسكر ده الفرقة جاهزة عشان حسم بطولة الدوري، وفي نفس الوقت يعني كويس ان عمر فتح معاك المواضيع دي، انا كنت عايزها تتأجل شوية. انتوا معانا ولا فانا بس عايز انصحك مع حضرتك انا عايز انصحك يا كابتن حسين، ما تحاولش تثبت حاجة، خليك على سجيتك، خليك على مفهومك الكروي، علشان لما تيجي تثبت حاجة هتبقى مشدود وهتبقى فردي وهتبقى بتاخد قرارات ممكن تراجع نفسك فيها. خليك طبيعي جدا،
انت مش محتاج تثبت حاجه، انت لعيب كبير وعشان كده النادي الاهلي جابك، والناس وكل لعيب في العالم بيفوت في فتره مش معقول هيفضل كل لمسه جون وكل لمسه اسيست. انما الاهم ان احنا نشوف تيم الاهلي، فريق الاهلي بيلعب الكوره الجماعيه الجميله التي تمتع، وان كل واحد بشخصيته يقدر يكون ترس من التروس بتاعتها. فانا نصيحتي ليك ما تحسبتش حاجه غير انك تلعب كوره وتجهز نفسك كويس وتركز مع زمايلك. باشمهندس عدل يا كابتن حسين بيبلغك تحياته وبيقول لك عايز ينصحك نصيحه طبعا، ويقول لك انك ما تحاولش تثبت لحد حاجه، العب لعبك عادي جدا وتركز مع تيم النادي الاهلي كتيم واحد مع بعض، وان شاء الله ترجعوا علشان مستعدين كويس علشان تحسموا لقب البطوله الدوري المصري اللي زي ما قلت لك هتقودك بقى ان شاء الله لافريقيا. فتقول ايه للباشمهندس؟ والله طبعا يا باشمهندس يعني انت كنت معايا في انت بتخلص الصفقه بتاعتي. هي الصفقه بتاعتي بكام عشان بسمع ارقام غريبه؟ انا عارف بس الصفقه انا سمعت ارقام غريبه بصراحه، وفي ناس مصدقه ان انا خدت الرقم ده كمان يعني. والله طبعا يعني انا مش مركز والله مع الدوري، انا مركز مع النادي الاهلي، مركز مع جمهور النادي الاهلي، مركز ان انا ان شاء الله احقق البطوله، وان انا ان شاء الله استعد كويس مع انا والفريق كله والتيم كله اللي احنا نعمل حاجه كويسه وان احنا نحقق بطوله الدوري عشان نركز في افريقيا باذن الله. دي الاهم يعني بالنسبه لي، انا مش مركز مع اي حد تاني. ونقطه كمان عايز اتكلم فيها ان هي السوشيال ميديا، انا يعني ما فيش لعيب ما بيفتحهاش، لا انا بفتح السوشيال ميديا بس كل فين وفين، بس انا مش بقرا حاجه، او حتى لو قريت انا كل حاجه باخدها على مزاج انا مش على مزاج حد. فالسوشيال ميديا كل لعيب وحسب دماغه، في لعيب بتاثر عليه، في لعيب ما بتاثرش عليه، في لعيب ما بتفرقش معاه. انا بالنسبه لي ما بتفرقش معايا اصلا السوشيال ميديا، اللي بتفرق معايا ان انا انزل صوره عجباني، غير كده ما فيش حاجه تانية بتفرق معايا في السوشيال ميديا بس. يعني كابتن حسين مش هطول على حضرتك، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، ويعني عندكم تدريبات واستعدادات بكره ان شاء الله يوم جديد بعد نهايه مباراه. استاذ ابراهيم مع حضرتك. عمر عايزك في الختام قول لحسين ان احنا سعداء بيه جدا، وانا عارف قد ايه هو ضحى وقد ايه من قبل ما يجي الاهلي بسنه وكان بيكلمني كتير على انه عايز يجي الاهلي، جمهور الاهلي سعيد بيه جدا. قول له انسى اي حاجه، انسى اي ارقام، جمهور الاهلي حبك من قبل ما تلبس الفانيلا الحمراء وهيفضل في ظهرك دايما. استاذ ابراهيم المنسي طبعا بيبلغك تحياته وبيقول لك هو سعيد بيك جدا، وانت عارف مدى العلاقه ما بينك وبينه، كالعاده بيقول لك طبعا تركز في لعبك وفي مستواك انت، وبيثق في قدراتك، وانت عارف ان هو عارف انت ضحيت قد ايه عشان تكون موجود. فاكيد طبعا يعني نصيحه غاليه كمان من استاذ ابراهيم المنسي. تقول ايه استاذ ابراهيم؟ لا شكرا استاذ ابراهيم، طبعا انا يعني قابلت حضرتك كتير وحتى اتقابلنا لو تفتكر قبل ما اجي نادي الاهلي وانا في نادي العين، ما عملنا لقاء صحفي مع بعض. فطبعا والله شكرا طبعا على النصيحه ديت من حضرتك ومن باشمهندس عدلي، فان شاء الله اعمل بيها وباذن الله اكون على قد المسؤوليه ان شاء الله، جمهور النادي الاهلي والاداره واللعيبه والجهاز الفني باذن الله. حبيبي بشكرك مره ثانيه ان شاء الله اكون موجود معانا كمان مره. حبيبي الله يخليك حبيبي. باشمهندس عدلي استاذ ابراهيم بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، معلش عطلناكم، هنسيب حضراتكم بقى تمتعوا جمهور الاهلي في برنامج ملك وكتابه. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا للزميل عمر ربيع ياسين موفد قناه الاهلي الى اسبانيا، اعتقد استمتعتوا بحواره المهم جدا وفي توقيت مهم مع حسين الشحات، اللاعب اللي واحد من اللي ضحوا كتير عشان يحقق حلمه، كان حلم حياته فعلا انه يلعب للنادي الاهلي. يعني ما هوش حب بقينه بيقولهم ده ترجمه في اكتر من موقف، والراجل عايز يعني يبدع، محتاجه ان يبقى على سجيته على طبيعته على مواهبه على، وفريق النادي الاهلي مدخن بالنجوم فمش هيقدر ياخد الضوء لوحده بالظبط، فلازم الناس تبقى فاهمه كده. بالراحه على لعيبتكم يا شباب، لان مهما يعني يقول لك ما بقراش، لكن الناس بتنقله او هو بيقرا هيتاثر. طيب من صفقه الموسم الماضي الى اخر صفقه تجديد استعارة رمضان، انت كنت بتتكلم ما انا قلتك فانا كنت سعيد جدا لان رمضان بروح رمضان يعني رمضان ده هو ده لما يكمل شويه الكابتن المنطقي. عايز اقول لك خبر ان تونس صعدت مبروك للاشقاء التوانسه، ولو ان باستمرار بمعاناه لكن هم شكلهم بيتسحبوا واحده واحده يبقوا في الفاينل باذن الله ان شاء الله. والله
يعني مبروك لتونس. احنا همنا الهم يعني، كل الناس بتحاول وتشتغل وتعمل عليها، واحنا كنا مقضينها يعني اجواء هنناقشها برضه يا استاذ ابراهيم لو سمحت. طبعا روح رمضان 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 كان يؤكد في كل كلمة بيقولها انه اهو شوف روحه ده راجل بشخصية ابن الاهلي اللي هيبقى كابتن الاهلي يوما ما. وهو من عيلة دلوقتي كروية يعني، هو في حضن آل إكرامي هيسمع كل ما يعني يخليه يرتبط بالاهلي اكتر ويعيش هذه الاجواء اكتر. كل كلام اتسمع وكل كلام بيتقال، ومفيش صفقه يا رب الاهلي يعملها الا يا عيني ما دبسناهم فيها وما كناش عايزينها. طب كتر خلاص مش عايزين، كتر خيركم احنا عايزين يعني ما حدش يزعل، زعلانين ليه؟ ايوه يعني الحمد لله ان انتوا ما خدتوش صفقه ما انتوش عايزينها، لكن احنا عايزينها. كمان اللعيب الافريقي المدافع ده اليو ديانج، اليو ديانج المالي، اليو ديانج هاف ديفندر، هاف ديفندر بيلعب في مولوديه الجزائر ولعيب كويس جدا وروحه عاليه قوي. اليو ديانج مع امير توفيق، مع امير وهو كان عايز الاهلي جدا جدا فساعد ان المبلغ اللي جه بيه كان برضو مبلغ يعني معقول في سوق الانتقالات الحاليه. قريت انه سليف كوليبالي اللاعب المدافع السابق للاهلي لما استشاره قال له لازم تروح الاهلي. هو ده بقى، ايوه، ان سليف كوليبالي يلعب عندك 6 اشهر ويمشي مستغنى عنه، لكن بيحبك وبيثق في اجواءك. زي جيلبرتو يجيب لك جيرالدو، مفيش حد خرج من النادي الاهلي. جيلبرتو يجيب لك علي معلول، مفيش حد يا ابراهيم يخرج من النادي الاهلي الا لما عن حب يشعر بالتقدير، على الاقل يشعر بالتقدير والاحترام. اذا صفقتين مهمتين جدا، تجديد استعاره رمضان صبحي من هيدرسفيلد الانجليزي لموسم، وايضا ضم اليو ديانج المالي لاعب هاف ديفندر لتدعيم خط الوسط. ولما تشوفوا خط الوسط بكل اللي فيه يرجع احمد محمود ان شاء الله، ويرجع كريم نيدفيد وحمدي فتحي وبكل المجموعه اللي موجوده، اعتقد خط وسط يليق بتطوير كره الاهلي في الموسم اللي جاي، وده المهم. صفقتان على الطريق، خلص الكلام ولا ما احنا قلنا بقى هنتكلم في اللي يخلص، في اللي يخلص اقفل، خلص الكلام دلوقتي مش هزلنا اكتر من كده، لكن لغايه دلوقتي دي برضو جمله مهمه. طيب تونس صعدت على حساب غانا بركلات الترجيح علشان يبقى الوضع في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية. انتوا شفتوا في دور 16 جنوب أفريقيا فازت على مصر، صعدت جنوب أفريقيا لتواجه نيجيريا يوم الأربع، نيجيريا كانت تخطت الكاميرون 3-2. الجزائر في أقوى العروض في البطولة حتى الآن، كسبت غينيا امبارح 3-0 وصعدت عشان تلاعب كوت ديفوار اللي تغلبت على مالي النهارده 1-0. كوت ديفوار والجزائر الخميس الساعه 6. يبقى الاربع في مباراتين، جنوب افريقيا مع نيجيريا وبنين مع السنغال، بنين والسنغال وجنوب افريقيا ونيجيريا. يوم الخميس الجزائر وكوت ديفوار وتونس ومدغشقر، دول مباريات او مباراه الدور قبل النهائي ان شاء الله. شوف الفريق الذي استطاع ان يعبر عن نفسه وبثبات وحظى بثقه الناس كلها واحترامها الجزائر، ثم الجزائر ثم الجزائر. طيب هاخدك في جوله صحفيه، انما مهم. مش معنى كده ان هو ضامن البطوله. انا شايف البطوله دي فيها قوه جديده، كرويدة مدغشقر بتعمل ماتشات جميله جدا. ربما تكون الجزائر مستواها استثنائي عن كل الفرق حتى الان، عن نفسها بالظبط. لا بص، الجزائر بمجموعه اللعبة دي تقريبا شهدت اخفاقات كتيره السنتين اللي فاتوا دول، وده اللي انا بقوله بقى، انك انت تتعلم من الدروس وترجع بقى بقوتك الحقيقيه. لكن انا اخرج من كاس العالم بكل سلبياته دون ان استفيد شيء، بالعكس اكرر نفس السلبيات. انت بتقودني لهذه الجوله الصحفيه المهمه، لانه خروج منتخب مصر من بطوله احنا بننظمها بكل هذا الزخم وهذا الاهتمام وهذه الـ الاهميه الكبيره للبطوله،
خروج استرعى انتباه كبار الكتاب والصحفيين. النهاردة معظم الصحف لا تخلو مقالات كبار الكتاب وكبار المثقفين وحتى كتاب السياسة عن هذا الحدث المهم، ودي قيمة كرة القدم، وده تأثير كرة القدم على الجماهير وعلى الشارع. فحاخدك في جولة بين أعمدة الصحف كلها، وأحتاج منك تعليق على بعض الفقرات في أكثر من لقاء. لما يكتب شاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة في الأهرام بحسه المرهف تحت عنوان نهاية لا تليق، وبيقول ضمن مقال: حين خرجت مصر من كأس العالم في روسيا كان ينبغي أن تكون لنا وقفة وحساب مع المسؤولين عن كرة القدم، ولكننا اكتفينا بإلقاء المسؤولية على مدرب الفريق المصري وكان هو الضحية، رغم أن هناك رؤوسا كثيرة كان ينبغي أن ترحل. هنا هستوقفك مع رأي الأستاذ فاروق جويدة، ما تحاسبناش أو ما حاسبناش الناس دي بعد روسيا. هو المشكلة إن يا أستاذ إبراهيم كل المخطئين بيراهنوا على كده، إن فورة ويوم واتنين اسكت بس واستخبى أنت في الدورة كده واعتذر واعمل نفسك ضعيف وتعدي الليلة وخلصنا. كان يجب الحساب بعد روسيا. هم قالوا هنقدم كشف حساب، وقالوا هنحقق، وقالوا هنقل لكم الأسباب، ولم يطالبهم أحد بشيء. وده أخشى، يعني بص، لو إن إحنا خرجنا من البطولة علشان ناخدها نقطة انطلاقة إلى تنظيم أنفسنا وإحداث ثورة إدارية يا إخوانا، إدارية، نحن نخسر لأسباب إدارية، حتى لما يكون في سبب فني هو مرتبط بسبب إداري، لأن اختيار المدرب ده تصرف إداري، قرار إداري، قرار إداري، صلاحياته قرار إداري، عقده قرار إداري، فالتارجت اللي محطوط له الهدف هو إدارة. إنك تكتشف إن بداية من عقد الرجل ولا حاجة من دي محطوطة له، ده محطوط له حوافز لو جاب البطولة، مش محطوط له أي بينالتي لو ما جابش البطولة. عشان كده كانت نتيجة صادمة كاشفة، وده مش رأيي، ده رأي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح منتصر النهاردة في الأهرام تحت هذا العنوان. هو استناني بس قبل ما نسيب، قبل ما نروح للأستاذ صلاح منتصر، أستاذ فاروق جويدة قال إيه؟ قال لك ما تحاسبناش على كأس العالم، ما هو ده اللي إحنا بنقوله. قال لك كان في رؤوس كبيرة كتيرة كان لازم أن تتحاسب. إذا ثبت نبدأ بالتحقيق، ولذلك لابد أن نبدأ بالتحقيق الآن، هي مش مسألة استقالات وخلصنا، لأن في انتخابات كمان 3 أشهر، لو عايزين ينزلوا بكرة الصبح هينجحوا كلهم. نتيجة صادمة كاشفة في مجرد رأي للأستاذ صلاح منتصر في الأهرام، قال أنه تشكيلة الفريق هي السبب الأول فيما حدث، حيث ضمت عواجيز الملعب الذين يعيشون على تاريخهم في الوقت الذي تقدمت فيه كثيرا الكرة الأفريقية، وقد تصور المدير الفني أن وجود محمد صلاح سيسد الثقوب العديدة في الفريق، وهو ما حدث مرة واثنين وثلاثا، ولكن لا صلاح ولا ميسي ولا رونالدو يستطيع كسب مباراة دون أن يساعده لاعبون أقوياء. صلاح لوحده ما كانش كفاية، الأخطاء ده كتير. ده رأي الأستاذ صلاح منتصر. آه. هو قال إيه؟ قال إن اللعيبة بيلمح على متوسط السن. يحضرنا هنا بقى الحلقة اللي جاي فيها الكابتن فتحي نصير. أيوه. وجاب لنا التحليل، ها؟ واللي قال فيه إن إحنا أكبر متوسط أعمار في البطولة. أيوه. وقال لنا متوسط الأعمار في الفرق اللي عايزة تاخد بطولات بتبقى من 26 ل 28. يعني أهو كاتب سياسي. أيوه. لقطها من غير ما حد يديله إحصائيات، من غير ما يديله حاجة، في بديهيات. هي معروفة لكل الناس إلا المسؤولين عن الكرة. كمل، لأن هقول لك إيه اللي مضايقني حقيقة في الموضوع يعني. كمل قرايات، لأن الأستاذ صلاح منتصر يعني أنا بكلمه بالأمس عشان أدعوه إنه يكون موجود معانا. كان نفسه جدا يجي، بس هو كان موجود خارج القاهرة. وقال لي إنه هيكتب في الموضوع ده النهاردة.
وتبادلنا الحديث. لا عنده يعني غصة وعنده رؤية كلنا شايفينها في أسباب الخروج. طيب الأستاذ فاروق جويدة كان رأيه أنه ما كانش فيه حساب بعد كأس العالم، عشان كده حدثت النتيجة الصادمة الكاشفة اللي قال عليها الأستاذ صلاح منتصر ده في الأهرام. في الأخبار كتب النهاردة الأستاذ خالد ميري رئيس التحرير في الصفحة الأولى مقالته تحت عنوان الاستقالة والحساب. استعرض هذا الموقف كاملا وقال الحساب واجب وضرورة لإصلاح منظومة الكرة، وبدونه يمكن أن تتكرر الأخطاء وأفدح منها. بناء المستقبل يعتمد كليا على إصلاح الحاضر، ومصر التي نجحت في تنظيم البطولة الأفضل في تاريخ إفريقيا قادرة وبسرعة على إعادة تشكيل منتخب يصلح لأن يحمل اسم مصر ويلعب باسمها. وكلمتي للجمهور، ده خالد ميري في الأخبار، أنتم النجم الأول لبطولة رائعة، ودورنا أن نملأ الملاعب في كل المباريات القادمة، وأن نتذكر دوما أن الكرة مكسب وخسارة. حلو جدا. اعمل اللي عليك وتبقى الكرة مكسب وخسارة. ايوه، لكن انك تبقى خسارة وخسارة، هو اعمل اللي عليك الأول. هو قال كلام برضو الاستقالة والحساب. رجع لنفس النقطة، هو خلاص كده يعني قال لك بدون حساب هتتكرر الأخطاء تاني. أستاذ إبراهيم، مش معقولة البلد على قدر اهتمامها لما ما كانش في مسؤولية كروية على تقابل هذا الاهتمام بحجمها. مفيش. لما تشوف الدوري واحنا شغالين والخناقات والجداول وبتاع ده، انت ما ده انت يا اخي لو اقتضى الامر كنت لغيت الدوري، اديت الناس دي فرصة. طيب مين اللي خرج معاك؟ المغرب اللي الدوري بتاعها استمر لاخر وقت. مين المتعسر وربنا بيلطفها معاه دخل توالد كده؟ يعني هو النهاردة تعادل بنيران صديقة، لكن برضه ما هو جاب أدرك التعادل قدام أنجولا لما ارتطمت الكرة في كتف اللاعب ودخلت في زاوية عكسية بنفس السلاح. فالكرة ساعدت تونس. بتكلم على تونس. لكن بتكلم على تونس، فبرضه ليه؟ لأن الدوري بتاعها شاهد نفس الظروف بتاعتنا. فأنت البطولة دي من الناحية الفنية لا، احنا ما خدناش بالاهتمام بالواجب. الاستقالة أو الحساب زي ما قال الأستاذ خالد ميري. ورجع الأستاذ جلال عارف أيضا في الأخبار يتحدث عن أنه الاستقالة كمان لا تكفي، وبيقول الأستاذ جلال عارف المطلوب منظومة جديدة تضرب الفساد الذي تغلغل في عالم الكرة مع تدفق الأموال وغياب المحاسبة، منظومة جديدة لإدارة الكرة، وإلا فإننا سوف نجد من استقالوا يعودون في انتخابات نعرف جميعا كيف تجرى، وسوف نجد نفس الفضائح تتكرر. قريت صيغ الاستقالات وقريت التعليقات المستقلين؟ كلهم ما خرجوش غير من المعنيين دول. استقلنا احتراما للغضب المكتوم، ده غضب مكتوب. يعني هم بيقول لك حسين، لا ده انتوا ما حسيتوش بحاجه. ده لو الظروف طبيعيه كان الغضب ده هياخد صوره تانية. الناس من الاحباط يا ابراهيم، عارف اخطر انواع الغضب؟ الغضب المكتوم ده. ليه؟ لانه مليان احباط ومليان يأس. صحيح. الناس خلاص فاض بيها صوابعها في الشقه زي ما بيقولوا، وما عندهاش امل ان تجد اصلاح. فالنهارده لما كل واحد يستقيل، توقف عند هذه الجمله بالله عليك، فقط احتراما وتقديرا للموقف، واحنا ما قصرش. رغم رئيس الاتحاد بيقول كده، رغم ان الاتحاد المصري لم يقصر في اي شيء. انت بتستقيل يعني، انت زي ما يجي واحد يقول لك واحد غلط في حقك جدا، بعدين بقى الناس قالت له روح اعتذر له، روح، فقال لك خلاص يا سيدي متاسفين رغم ان انا ما غلطتش فيك. طب انت ما تعتذرش، ما تستقيلش. هي الاستقاله جدواها في ايه؟ انك تكون حاسس ان انت اخطات فتقدر تصلح لو ادركت لك ادراكك للخطا نفسه. لكن انت مدرك ان مفيش خطا وبتستقيل عشان خاطر بس تسكت الناس؟ ايه ده؟ وزي ما الاستاذ جلال عارف قال في الاخبار انه الاستقاله لا تكفي،
والحساب لابد انك انت توجد معاه منظومه كامله تضمن عدم عوده نفس الرؤوس تاني. اللي قاله الاستاذ جلال عارف هو نفس النسق اللي صار عليه الدكتور ياسر ايوب في مقالته في المصري اليوم في انتظار ابو ريده الجديد. وبيقول الدكتور ياسر ايوب لابد ان يتم تغيير شكل الجمعيه العموميه ونظام التصويت والتدقيق في من له صوت، مع عدم المساواه في الاصوات بين الانديه الكبرى وكيانات اخرى لا تشارك الا في الكره النسائيه او الشاطئيه، ولجان مراقبه ومحاسبه وحكام غير خاضعه للاتحاد. واذا لم يحدث ذلك، بيقول الدكتور ياسر ايوب في المصري اليوم، فلا تنتظروا الا ابو ريده جديدا واجيري اخر ايضا. حلو قوي. انا عايز يعني انا كنت هقول الكلام ده بطريقه تانية. انا مش من انصار ان انا احمل افراد مسؤوليه اخطاء، وان لو الافراد دول مشوا الليله بقى هتبقى حلوه. انا مش جاي اتكلم على فلان وفلان وفلان وفلان، انا جاي اتكلم على سياسات. انت تعال اسالك سؤال. اتفضل. انا الاوان نغير سياستنا ولا سياستنا اللي فاتت كانت كويسه؟ بس هرضى لك. عايزين نسف. ها؟ عايزين نسف للسياسات. اذا السياسه الماضيه. صحيح. بشكل اداره المسابقات. بكل الافكار اللي بكل فيها غلط. بكل العوامل التي ادت اليها، ها؟ هي سياسات لا يمكن تكرارها، وتكرارها في خطر داهم على الكره المصريه. وعلى المزاج العام وعلى ثقه الناس في القيادات الرياضيه. فانت لو غيرت لي الاسماء لكن ما غيرتش السياسات، بمعنى انك تجيب محللين والاداره تبقى من خارج الاتحاد هي هم مشوا، بس هم اللي بيديروا برضو. ودي مساله يعني واضحه. مش فانا اللي يعنيني احنا عايزين نقول ايه، عايزين مسابقه تفرز ايه، عايزين امكاناتنا تبقى ايه. الدوله الحمد لله ريحتنا من حاجات كتير جدا. البنيه التحتيه بتاعتنا دلوقتي في الكوره ولا اروع، عالميه ولا اروع، عالميه. نحافظ عليها بقى مش نبهدلها. وفي نفس الوقت تعال قول لي هتدير المسابقه ازاي يا اخي. اطلع قول ما فيش ولا يوم تأجيل. لو هتلعب ماتش النهارده ماتش بكره العب، قول كده، بس احترم كلامك، احترم كلامك علشان تنتج فريق كويس. لكن ان انت تنتج فريق يقول عنه الاستاذ جلال دويدار في الاخبار انه عاجز ومفكك ولا كان وكان لا يستحق الفوز، دي مساله كانت ملفته ايضا. قال الاستاذ جلال دويدار: اخيرا اقول للاعبي هذا المنتخب العاجز، نكدتم علينا لا سامحكم الله، وفي نفس الوقت أقول للمدرب أجيري حرو نار مئات الألاف من الدولارات التي حصلت عليها ولم نجني في مقابلها سوى خيبة الأمل. حول هذا الشأن فإنه لا يمكن لأحد إعفاء اتحاد الكرة من المسؤولية عن مجمل الأخطاء التي أحاطت بالمنتخب الكروي من كل الجوانب. أستاذ جلال دويدار يحمل اللاعبين مسؤولية كبيرة ولا يعفي أبداً اتحاد الكوره. بس كمان لما الاقي مقاله للدكتور كرم كردي قبل ونبي لان الكلام ده مهم جدا اللي قاله يا اخي كتاب سياسيين لكن لامسين الخطا بشكل مباشر. بيقول لك ايه؟ اقرا لي العنوان كده. فريقنا في البطوله الافريقيه عاجز ومفكك ولا يستحق الفوز. الله اكبر. عاجز ومفكك لانه بيوصل بصعوبه جدا رغم ان احنا جبنا 5 تجوان. ومفكك ده اعظم ادق تعبير وادق تعبير للوضع الخططي والمزاجي والسلوكي للعيبه في الملعب. الفرديه يا استاذ ابراهيم، كل لعيب يفكر في نفسه ومنتظر ان ده يكون المعرض اللي يوديه في حته تانية. هو مش جاي يلعب باسم مصر. وهقول لك الادله. الجونين اللي ضيعهم تريزيجيه، ده مش تريزيجيه اللي ابتدى البطولة، ده تريزيجيه اللي سمع كلام ان بعد ما كان بيتقال المنتخب صلاح، ده بقى منتخب صلاح وتريزيجيه وأندية عالمية تنتظره. فعايز ده عايز اقول انا ده الكرة التانية اللي لعبها من ناحية الشمال
وحطها في ايد الجون بصها له ورجعها له يعني. ده كان جنبه احمد علي لو عملها له جون فاضي. ايوه اللي بعديها بدقيقه استقبلنا جون ولا. فده مش 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 طبيعه تريزيجيه. تريزيجيه كل قيمته في الماتشات اللي فاتت انه كان اللعيب الذي يقود المنتخب فعلا، انه كان بيلعب لعب جماعي، انه بيقطع الملعب قطري ويروح مديها لصلاح ثرو باس، صلاح ردها له اداله ثرو باس ولا ابدع. رغم ان صلاح مش في مستواه، ويكون في مستواه ازاي مفيش فريق يعني. انت معتمد على الفرديه. انت عمال بتقول ايه ابدع الشناوي، قاتل طارق حامد، ايمن اشرف والله كتر خيره، حجازي كتر خيره، ها؟ لكن يعني على اداء فردي حتى. أيوة. انت ما بتيجي تقول طارق حامد، رغم انه طارق حامد يعني كان من عوامل التي اجلت الهزائم، لانه كان دوره ملموس جدا في حمايه الخط اللي وراه، لكن على المستوى الكروي والتكتيكي لا، ما كانش ما اتبناش من ناحيته حاجه. لو ده فريق كنت هتحاسب على الادوار دي، لكن لانه افراد انت بتحاسبه على اخلاصه وعلى شخصيته وعلى اجتهاده. فده كلام بسيط، لكن في الجول، في الجول زي الربط الواضح جدا، الربط الموضوعي بين كل مقالات الراي لكبار الكتاب والصحفيين. استاذ جلال ديودار شايفه فريق عاجز ومفكك ولا يستحق الفوز، وقال اتحاد الكرة لازم يحاسب. واحد من أعضاء اتحاد الكرة اللي لازم يحاسبه زي ما الناس طلبت الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المستقيل. خرج الدكتور كرم بمقالة النهاردة في المصر اليوم بعنوان ليلة حزينة، لكن يستوقفنا فيها بعض العبارات. بيقول الدكتور كرم: لست هنا لأدافع عن اتحاد الكرة، لكن في هذه البطولة بالذات، ده كلام خطير في المعاني اللي جاية، كان دور اتحاد الكرة هامشيا، وربما السلبية هي التي أدت إلى هذا التهميش، ولكن كل من هو سلبي فهو مخطئ، من المؤكد أنه سوف يتحمل نتيجة هذه السلبية. بعد الجملة الخطيرة، بعد مجلس الإدارة عن المنتخب كان خطأ. هنا الدكتور كرم كرد عضو المجلس بيقول الاتحاد كان بعيد عن المنتخب، ملوش دعوة بالمنتخب، ترك الأمور في أيدي بعض أفراد الجهاز كان خطأ. الجملة اللي جاية أكثر خطورة، التعتيم على المكافآت والرواتب كان خطأ. جملة مفتقدة إلى أدنى حد من معايير الشفافية. عضو مجلس إدارة في الاتحاد، والدكتور كرم كردي عضو ناشط، مش يعني له رأي. عايز اقول لك انا ماليش دعوه استاذ ابراهيم المقاله، بس انا لما لا لما الاقي مجلس الاداره بيقول احنا كنا بعاد عن المنتخب ما كانش لينا علاقه بيه، مكافئات المنتخب ورواتب جهازه الفني ما كناش لينا علاقه بيها، ما بيقول لك انا ما كناش نعرف، كان في تعتيم كتير. طب مين اللي بيدير الكوره؟ وازاي مجلس اداره الاتحاد في بطوله زي كده لا يعلم شيئا عن مرتبات وكفاءات وحوافز اللعيبه؟ دي مش بطوله، لا لحظه واحده، دي مش بطوله، ده جهاز جاي اربع سنين مضم، مش جاي للبطوله دي، ده هو لقاها في طريقه، ده جاي، ده مش محطوط له التارجت ده خالص انه يفوز بالبطوله دي، بس محطوط له مكافاه لو كسبها. ده عايزين يقولوا له ايه؟ ده انت لو كسبتها يبقى والله برافو، ده انت مش مفروض تكسبها، فمش ما انتش ملزم بيها، لكن لو كسبتها ده انت تبقى عملت معجزه فهنديك مكافاه. تخيل ان العقد بيقول كده، مكافاه ومفيش اي بينالتي ولا حساب، لو ما كسبش البطوله مش محطوطه له كتارجت البطوله دي. طب البطوله دي انت فوجئت بيها في مصر، ورغم كده الشيء الوحيد اللي نجحت فيه هي التنظيم، لكن ما فوجئتش بيها فنيا، لانك كنت هتلعب بس في الكاميرون، فانت ما فوجئتش بيها فنيا، انت ما فوجئتش بيها. طيب ده كلام الدكتور كرم كردي، يرد عليه بدون ما يقصد او بدون ما يبقى فيه رد بينهم او رابط بينهم الاستاذ حمدي رزق في المصري اليوم في ذات الصحيفه، فبيقول له
ولا استقالتكم تبيض وجوهكم السوداء. وبيقول الأستاذ حمدي رزق: يعني ايه منتخب وطني؟ يعني علم ونشيد وملايين تهتف من الأعماق تحيا مصر. يعني ايه فانيلة المنتخب؟ يعني ارتداء العلم، وعندما ترتدي ألوان العلم فأنت جندي مجند في حب الوطن. يعني ايه تلعب باسم مصر؟ يعني تضحية ونخوة وفداء. يعني ايه النشيد الوطني؟ يعني صوتك عالي زي الرعد، يعني صوت واحد، يعني الكل في واحد، واحد صحيح بصحيح، يعني روح الفانيلا. لكن نجيب منين ناس لمعنات الكلام يفهموه؟ هذا الذي حدث في استاد القاهرة من صنع أيديكم، هذا حصاد غرسكم الفاسد. أكتفيتم؟ أخشى هل من مزيد. شبعتم أم لا تزالون ناهمين للغنيمة؟ خسئتم وخاب مسعاكم، ولا استقالتكم تبيض وجوهكم السوداء، فعلا اللي اختشوا ماتوا عرايا. اه والله يا اخي بيكملوا بعض كلهم، وكل واحد فيهم لمس نقطة موجودة وحقيقية. يا استاذ ابراهيم، يعني انت في كأس العالم كلنا ادركنا ان ده كان رايح يتفسح وياخد مكافأة انه تأهل لكأس العالم، وانه بيسوق نفسه عشان يشوف هيروح فين بعد كده. خلاص، وكم من التسيب. انت رحت جبت نفس الإدارة المسؤولة عن هذا التسيب هي المسؤولة عن المنتخب وكملت معاه. خلاص، مع احترامي لكل الجهود اللي بذلها البعض منهم بإخلاص، لكن في مفهوم، في فلسفة، في قدرة ان انا اتصدى للنجوم اللي بيتصرفوا غلط. مش كل الناس عندها القدرة دي. فانت دلوقتي حطيت نفسك ها يعني تاني نقول من الغباء ان يعني تأتي بنفس الافعال وتدخل نفس المعطيات وتنتظر نتائج مختلفة. كررناها بعبقرية. أنا قلت الجملة دي يمكن في حلقتين ثلاثة، نكرر أخطأنا بتفوق واضح ومتمسكين إن إحنا نعبر عن ذاتنا، مالناش دعوة بالبلد دي. سيبك من دموع التماسيح دلوقتي، ده أنتوا طلعتوا عشان واحد منكم. على فكرة مناقشة الخطأ بتاع مدحت وردة خطأ، عمرو آسف مدحت ده كان عظيم، عمرو وردة خطأ. ليه؟ لأن مش هي دي النقطة. النقطة إن في بني آدم كان في الوقت اللي كان مطلوب فيه إنه يذاكر سمع أم كلثوم. هل إنك أنت لما تسمع أم كلثوم دي جريمة؟ ما أقدرش أقول لك ها؟ أنت سمعت، لكن أقول لك سمعت أم كلثوم ليه دلوقتي وأنت كان المفروض تقعد تذاكر؟ وقاعد بسيجارة وفنجان قهوة وفي البلكونة مكيف نفسك. فلما اجي اقول لك انت اهملت، يطلع الفرقه الاول والومين من القيادات، الكابتن المحمدي اللي قعدنا 10 سنين نستنى له دور في المنتخب ويجي بمنتهى الانتظام مع المنتخب ولم ناخذ منه اي مردود، المره الوحيده اللي احتجناه وهناخد منه مردود يبقى هو الكابتن. جميل، خبرات احترافيه رائعة، بقالك كام سنة محترف. تطلع ويا ريتك طلعت انك انت يعني من باب النخوة عايز تنقذ زميل لك في رأيك انه محتاج فرصة. تتعمل ازاي؟ ده انت عملتها بأسوأ طريقة. ده انت استنيت لما جبت جون ورحت مبرع للجمهور، بتعاقبه بقى وبتشاور له وبتتنرفز وبتنتقد قرارات الاتحاد ورئيس الاتحاد على الملأ، وبعد كده بتكدس وبتحرج. يقول لك بعد كده هم 5 بس المنتخب كله انضم لهم. طب هم اللي مش هينضم هيبقى عدوكم انتوا، هتخلصوا عليه. مراكز قوه بقى. فهل ده معقول يا كابتن محمد صلاح يلي عشقناك وعشقنا تجربتك وكنت فخرنا واحنا بنلم شبابنا واطفالنا في العائلات ونقول لهم مو صلاح بيعمل ايه ونجيب لهم الاناشيد اللي بتتقال عليك
نقوم نكتشف ان انت ساعة الخطأ بتتعامل زي اكنك عمرك ما سافرت ولا احترفت. وبعدين البصة اللي باستعلاء والكلمة اللي باصدراء ليه كل ده؟ ايه اللي حصل يعني؟ ده انتم ما كسبتوش لسه، ده ربنا لطف بالبلد دي، ده وانت ما كسبتش. امال لو كسبت هيتعمل فيك ايه؟ عشان كده ده كان نتيجته الحصاد المر زي ما قال الاستاذ كرم جبر في الاخبار. وقال كرم جبر الغاء الدوري والكاس نتيجه الحصاد المر، وبيقترح دون رجعه للاتحاد الفاشل الذي جثم على صدورنا، ولكن رحيله لا يكفي لاصلاح المنظومه الفاسده. اولا بيقترح الاستاذ كرم جبر الغاء المتبقي من الدوري والكاس هذا الموسم حتى لا تضيع القضيه في صراع الاهلي والزمالك على جثث البطولات المحليه الهزليه. هل ده الحق؟ هو كان القرار ده مطروح ووارد وكان هيحل مشاكل كتير جدا، وكان هيديك فرصه انك ما هو انت للاسف الشديد انت بتعمل العمليه بعد ما يكون السرطان انتشر. لو انت جيت انت من شهر وقلت الغاء الدوري والكاس ومنحت اللعيبه كلها اجازه وريحت الدنيا وابتديت تستعد للموسم كنت استفدت شيء، لكن انت ما عملتش كده. الطريق ده وبعدين هتيجي تلغيه بقى بعد ما اجهدت في لعيبتك وما ما خدوش راحه برضه، طب استفدنا ايه؟ ولذلك اذا كان في نيه لاي شيء تتقال من دلوقتي، ولو انها مش عادله طبعا. يعني في خلاص نادي انت مشيت في طريقك، في نادي عنده فرص، انت بعد ما اجهدت اللعيبه وبعد ما استمريت بالدوري لغايه نقطه معينه، لكن اذا بعد ما خرجت من البطوله هتلغي الدوري والكاس؟ طيب انت بس هو شايف ان ده العلاج، هو مش عايز القضيه تضيع. وعلى فكره فيها وجاهه، فيها وجاهه، وقد يكون البعض معول على هذا. ندخلهم بقى ويطلع لك بقى المعتادي المشاكل ويخلقوا لك مشكله ولا اتنين ويفجروا قضايا ودنيا تتلبخ وغشلق على الموضوع، وغشلق على المواضيع كلها. برضو اللي حاولوا يغشلقوا على الموضوع في راي الاستاذ عماد الدين حسين في الشروق الناس اللي سابت الموضوع في اسباب الهزيمه واسباب المستويات الهزيله وراحت لسما المصري وعمرو ورده. وبيقول عماد حسين النهارده سما المصري ليست سببا لخروجنا المهين. حاجه غريبه جدا، زي قال لك برضه الفنانين اللي راحوا روسيا وفي ايه؟ يعني ده هروب من وبيتكلم بكلام علمي. بيقول عماد الدين حسين تخيلوا ان بعض المصريين ارجع الهزيمه الى مشاركه اللاعب عمرو ورده في المباراه وكذلك حضور الفنانه سما المصري للمباراه. لا 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 لحظه استاذ ابراهيم، هيجي لك في الثانيه، هيجي لك لعمرو ورده. الاجابه بالطبع هي لا، فشخصيا كنت افضل الا يشارك ورده، وكتبت أكثر من مقال في هذا المكان أنتقد فيه سلوك هذا اللاعب المتحرش، كما انتقدت بعض زملائه الذين طلبوا بعودته، وكذلك الجهاز الفني واتحاد الكرة وكل من طلب أو ساند عودته بعد فعلته المشينة. لكن مستواه في المباراة كان سيئا مثل بقية الفريق، وبالنسبة لسما المصري فإنه من المخجل أن يرجع البعض هزيمة الفريق لوجودها في المباراة. هذا كلام عيب، هذا كلام ده عيب جدا، عيب ان يقال. سما المصري في المدرج السيده تبحث عن الاضواء والترند والترافيك واللايكات والشو في معظم انشطتها، وهذا حقها، ومن لا يعجبه ذلك فعليه الا يتابعها او يهتم باخبارها، ما يتجاهلوها. أما الاعتقاد بانها سبب وكسه فريقنا فتفكير مريض وغريب، ويعني ان اصحابه يحتاجون علاجا سريعا. وبيمضي يقول عماد الدين حسين يا أيها السائلون، الفوز في المباريات لا يتم على أساس أخلاقي أو ديني فقط رغم أهميته، بل على أسس علمية وإدارية وخططية مختلفة. ولو كانت الفرق تفوز لأنها تصلي وتصوم لكانت فرقنا الإسلامية أبطال العالم في كل اللعبات. فريقنا خسر لأن مستواه كان سيئا منذ بداية الدورة رغم فوزه في مباريات المجموعة الأولى الثلاث. كل من يفهم في الكرة قال إن مستوانا سيء، وكان الرهان على أن يتحسن الأداء شيئا فشيئا كما حدث لنا كثيرا في بطولات سابقة من قبل، لكن لم تجري المياه كما تشتهي السفن، وأداء اللاعبين كان شديد الضعف والهزال والتخاذل، ولم تكن هناك روح بالمرة.
الأستاذ عماد الدين حسين رد بدون أن يدخل مباشرة ويقول دي ردود، لكن لا، هي دي كل اللي قاله ده نتيجة حاجة بتدل على فلسفة. موضوع عمرو وردة ما هواش كبير قوي للدرجة، لكن معالجته هي اللي كبيرة قوي. هو على مشاركته في المباراة. لا، أنا هقول لك، الخطورة لم تكن في تصرف عمرو وردة، الخطورة في تضامن اللاعبين، الناس مع الخطأ، وتراجع الاتحاد في قرار، الخطورة في تراجع الاتحاد في خطأ في العقاب، الخطورة في شعور بعض اللاعبين انهم اقوى من المنتخب واقوى من الاتحاد وانهم يقدروا يحركوا المدرجات، الخطورة في ان الناس ما بقتش شايفة مسؤوليتها الاولى ومش شايفين الا مصالحهم. كل ده يا استاذ عماد بيؤدي الى ان الناس تؤدي اداء هزيل. ايوه الاداء هزيل، بس ليه وما فيش روح؟ ليه؟ على الاقل كان بقى فيه روح، على الاقل كان بقى فيه روح. طب ما فيش روح ليه؟ لان ما فيش روح لان الناس مش شايفه انها غلطانه، مش شايفه انها تركز، مش شايفه اهميه الجماعيه، مش شايفه الام الناس، مش شايفه مجهود البلد والمسؤولين، مش شايفه العالم الذي ينظر الينا. هو انت لو انت يا كابتن الفريق كنت عارف ان العالم ينظر الينا، كنت تطلع بعد ما تجيب الجون تشاور المدرجات وتقول لهم عمرو ورده؟ طيب كل ده كلام جميل. انت بقى يا اجيري عارف ان اللعيب ده اتقعد واتفرض بقوه اللاعبين، اعتبره يا اخي معاك ومش معاك. هو ده نزل قبل كده قلب لك النتائج؟ يعني انت تجاربك السابقه ده اللي بيخلينا بنقول حتى انت بيجيب نفس الاسماء ليه؟ يتضح بعد كده ناس تقعد تكلمك ان في وكلاء اللاعبين هم اللي بيضغطوا وبيجيبوا لعيبه بتيجي باستمرار وملهاش دور. عمرو ورده لاعب موهوب، احنا خلصنا عليه لان ما قومناهوش. ما قومناهوش. طيب انت جبته، لا ما تقوليش بقى ان مش مترتبه يا استاذ ابراهيم، ادي لك الدليل. الصور بتاعت عمرو ورده كان حد عارف التشكيل؟ لا. طب رايحين بالصور بيرفعوها ليه ساعه ما نزل؟ طب البتوع اللي بيضربوا في بعض دول مكتوب عليها برضو كلام وكلام لا يليق، ومكتوب عمرو ورده وبيخبطوا بيه، دي مش اعداد؟ اعداد لواحد بيقول لهم اول ما ينزل عمرو ورده عايزين كده الجماهير. ده حتى شقوا الجماهير، خلوا الناس معه والناس ضد. ده ما شقوش الجماهير بس، شق الفريق لتكتلات واحزاب اللي المهندس عادل بيقولها دلوقتي. النهارده المصر اليوم في تقرير ليها عن اسرار فضيحه المنتخب في بطوله امم افريقيا، فبيقول التقرير: ياتي هذا في الوقت الذي شهد فيه المعسكر تقسيم اللاعبين إلى عدة أحزاب، كان على رأسها كل من، يعني في حزب كان على رأسها كل من محمد صلاح وعبد الله السعيد وعمر جابر ومحمود علاء وعمرو ورده وأحمد علي. ده تكتل، دي شلة. صلاح معاه المجموعة دي، أحمد علي كمان لعب يخش في، في الوقت الذي كان يقود فيه لاعبون آخرون حزبا آخر بينهم محمد النني. وبيقول تقرير المصري يوم: وأكد مصدر بالمنتخب أن عمر جابر ومحمود علاء قال لزملائهما من اللاعبين أثناء أزمة عمرو وردة أن محمد صلاح سيقوم بحل المشكلة، بل قال عمر جابر بالحرف الواحد: صلاح أقوى من اتحاد الكورة وحيلغي قرار استبعاد وردة. طب استفاد إيه صلاح؟ ماذا قدمت يا صلاح بتدخلك من مصالح لهذا الوطن؟ ايه مصلحتك؟ ايه فلسفتك؟ ايه وجهه نظرك؟ يمكن احنا نقتنع بيها ونقول لك كان عندك حق واحنا اللي كنا قصار النظر. يعني موضوع عمرو ورده يهمك قوي لدرجه، واحنا قلنا ان خطا عمرو ورده مش هو الخطا الكبير، لكن المعالجه هي الخطا الكبير. طريقه المعالجه بتاعه الموضوع، طريقه الضغط والاستعلاء الذي تم به سحب القرار، منتهى الاستعلاء، يبصوا للجمهور وما يجيبوا جوان ويعملوا تصرفات لا. انا والكلمه دي ارجع انا ما قلتهاش دلوقتي
لا ارجع للحلقات اللي فاتت هتلاقيني استخدمتها، بلاش استعلاء، لان كنت اشعر بيه. كنت اشعر ان في ناس لا حاطه نفسها فوق كل الناس. النهارده الحقيقه انا استوقفني كلام لساديو ماني وهو بيتكلم عن بلده وبيتكلم عن زمايله، وقال انه كلام مهم، انا مش احسن واحد في السنغال، ربما اكون اسعد حظا من بقيه اللعيبه، في ناس امهر مني وافضل مني لم تتح ليهم فرصه ان هم يلعبوا الانديه كبيره او يسافروا اوروبا، وقال انا كل مهمتي اساعدهم واساعد زمايلي. قال في سياق الكلام المهم انه اللعيبه الافارقه بره عندهم فرص كبيره جدا لتقديم مستويات كبيره. محمد صلاح فخر كل المصريين وكل العرب، ويجب ان يظل فخر المصريين وفخر كل العرب، لكن اخراج صلاح بره حجمه كلاعب والتاسيس لعلاقه مراكز قوه قادمه في المنتخب، ده خطر على المنتخب وعلى صلاح وعلى كره القدم كلها. لرياض محرز على اهميته حاسين ان هو في المنتخب الجزائري مركز قوه او محور الكون، ولا ساديو ماني في السنغال هو محور الاحداث كلها. احنا عندنا التعامل الاعلامي فيه قدر عالي جدا من التطرف، الناس اللي متضايقه عمال تحدف طوب جامد على محمد صلاح، والناس اللي عايزه تدافع بتعمل آلهة من العجوه، وفي الحالتين في تطرف شديد جدا. محمد صلاح على موهبته وعلى فخرنا بيه وعلى سعادتنا بيه وعلى دعمنا ليه وعلى حبنا ليه يجب ان يبقى مجرد لاعب ضمن 11 لاعب داخل الفريق. يوم ما هيتميز عن بقيه زمايله وهنتعامل معاه على انه مختلف ويعامل معامله مختلفه، واللي يقوله اوامر وكلامه يمشي على المدرب وكلامه يمشي على رئيس الاتحاد ويلغي قرارات للاتحاد، لا، احنا بنضر صلاح وبنضر المنتخب وبندمر فكره التيم ورك، فريق العمل. صلاح ما يقدرش يعمل كده في ليفربول ولا في اي مكان يلعب فيه. لا استاذ ابراهيم، لا وتدمر هو الاسم اللي بيلعبوا له ده، مصر، منتخب مصر، حاسين بيه بشكل ده؟ لا طبعا. وليه بتزعلوا لما واحد منكم ما يتخدش في المنتخب؟ لان ده شرف عظيم. ليه اول ما بتخش المنتخب بتعتبر ان انتم متصدقين علينا بانكم دخلتوا المنتخب؟ لا طبعا، مصر فازت بكل البطولات ديت من غير صلاح ومن غير اي حد من اللعيبه دول، بجيل كان فعلا فريق على قلب رجل واحد. أيوة. انا شفتهم في غانا، شفتهم في غانا حبيبي، درجه عاليه من التواضع وحاضنين بعض قوي. هو ده ميزه الاحتراف بقى، يعني معظمهم كان من معاه ده اثنين او ثلاثه اللي كانوا محترفين، كلهم محليين. هل الاحتراف بيأسس للعيب فردي؟ بالعكس، المفروض لا، ده انا كنت مستني المحترفين يأسسوا لنا فريق جماعي. ايوه، مؤسسين ان كل واحد عارف ان هو بيتعلم انه ترس في مكنه مش هو المكنه. انما عندنا خلاص اول ما اللعيب يشعر بقوته، انا عايز صلاح بتاع السنه اللي فاتت، عايزه، وحشني، مش عايز كل يوم تاني ورا خبر وناس بتلقح عليه كلام قد يكون مظلوم، لكن بيدي فرص للناس. ايوه، انا ارجو فيما تبقى من عمر هذا اللاعب الذي بلغ 28 سنه دلوقتي، يعني اللي جاي مش زي اللي فات، وان شاء الله عنده مشوار كبير. ارجو انه يفيد بيه مصر المشوار الكبير اللي باقي له. ارجو ان محمد صلاح يكون وسيله من وسائل يخلق لنا فريق بيحب مصر، فريق جماعي، فريق متواضع، فريق يضع مصلحه المنتخب فوق اي اعتبار. ده اللي مطلوب من صلاح، لانه هو خلاص هو الكابتن اللي جاي، مش هو الكابتن اللي جاي، مين اللي مين اقدم منه دلوقتي؟ المحمدي دلوقتي في لا محمدي خلاص، محمدي اللي جاي هيكون كام سنه؟ عموما هي الاختيارات كلها طبعا في ليها ملاحظات. انا ماليش دعوه بالاختيارات، انا بقول لك عنده كام سنه، ما هو ممكن يبقى لسه بدري عليه حسب الجهاز اللي يجي، ممكن يستخدم ناس وممكن ما يستخدمهمش. مش فاهم قصدي.
على السن. انا بتكلم سن. انا بتكلم في السياق الطبيعي. يعني محمدي عنده كم سنه؟ لو 33 مثلا نقول قدامه سنه اتنين في المنتخب هيبقى قدامه كم سنه؟ مواليد 87 يعني 32 سنه. في 32 سنه يعني سنه او اتنين. هيظل بقى بينه وبين صلاح. محمود المخبزي فتح لك البطاقه بتاعته قال لك 9 سبتمبر 87. طيب يعني انا اللي عايز اقوله ايه؟ حتى طب هو اللي بيتقال على صلاح يتقال على محمدي، لان المحمدي هو الاقدم في التجربه الاحترافيه كمان. وهو كابتن. اللي حصل منك يا محمدي والله يعني انا ما انبسطتش منه. هنعتبرها يا سيدي انتوا بتقولوا فرص ثانيه، انتوا بقى اللي تستحقوا فرص ثانيه مش اللي دفعتوا عنه. طيب انتوا عايزين فرص ثانيه تورونا يعني ايه الانتماء لمصر. لكن الحل دلوقتي ايه؟ الحل زي ما قال الاستاذ حسن السكاوي في الشروق في تقرير مهم، كيف نهزم الهزيمه؟ هذا هو السؤال. وبيستعرض الموقف كاملا الاستاذ حسن السكاوي برؤيته النقديه، وبيقول دلوقتي كل الهم وكل المهم معضلتنا الان هي كيف نهزم الهزيمه ولو مره واحده في نصف قرن، كيف نبدا لعبتنا بجد، كيف نبني، كيف نلعب كرة القدم التي تلعبها أفريقيا، كيف لا تخدعنا أرقام التاريخ فنظل نتوكأ عليها كأنها عصا شيخ عاجز، كيف نرى الأخطاء، كيف نرى كرة القدم أعمق، كيف نرى المباريات، كيف نرى حقيقة مستوانا، كيف نرى نتائجنا، كيف نسقط نظرية الأداء من نتيجة. وبيقول التحدي الحقيقي الآن أن نهزم الهزيمة بإنجاح تنظيم البطولة، لأنها بطولة المصريين وليست بطولة الاتحاد. صورتنا أمام العالم وأمام إفريقيا هي التحدي الأول، فلو استمر الإقبال وجعلنا المباراة النهائية حفلا جميلا بحضور الجماهير سيكون ذلك أول خطوة في النهوض من تلك النكسة التي تكررت مرات على مدى نصف قرن. الموضوع أعمق وأكبر من تلك الاستقالة العشوائية للاتحاد. لا، هي استقالة هم مش مقتنعين بيها، دي خطورتها. دي خطورتها بالظبط زي طريقه معالجه موضوع ورده. هم مش مقتنعين انه اخطا، هم مستغربين. فبداوا يضغطوا، فانت بتستقيل. طب يعني النهارده خلينا بس عشان الناس، احنا خلصنا تعليقات الناس، الكتاب خلصت. طيب نتكلم بقى اتفضل على موضوع الاستقالات، وايه الموضوع اللي ايه اللي مستني اتحاد الكوره من ناحية اللائحية يا جماعة. الموضوع عشان الناس بيقول لك هم هيجيبوا ثروت، مفيش فايدة. لا، مش ده اللائحة اللي هتجيبه. ثروت هو مدير الاتحاد عند الاستقالة، هو بيدير لمدة 4 شهور ويؤسس لانتخاب مجلس إدارة قادم يستكمل مدة هذا المجلس، يستكملها مش 4 سنين تانيين. إذن استاذ ثروت سويلة موجود. استاذ ثروت سويلم لنا ملاحظات كثيره عنه ما كناش موافقينه عليها. ايوه. وثروت سويلم انحيازاته كانت واضحه. يعني كان لو احسننا الظن. لو احسننا الظن. طيب عنده فرصه ذهبيه، ما انت ما حدش يضغط عليك، ده انت الملك دلوقتي. انت اللي هتدير. قدامك ملفات مهمه جدا جدا جدا. اول حاجه هتعمل ايه فيما تبقى من مسابقات الاتحاد، الدوري والكاس. تاني حاجه اول حاجه مقرر القوائم السنه الجايه هتبقى عباره عن ايه، لكن في اقتراحات بتعديل. الانديه عايزه تعرف راسها من رجليها. مد القيد كمان الافريقي بعد تالت حاجه مش في الترتيب ولا في الاهميه، يعني احد العناصر يعني. تالت حاجه القيد الافريقي اللي انتوا قلتوا للناس وعشمتونا كلنا ان يبقى 5 اغسطس هتعملوا فيه ايه؟ وبعدين هو لجنه المسابقات هتاخد صلاحيات هتعملوا، وهي فرصه سانحه هي وذهبيه، رابطه الانديه المحترفه ولا لا تدير الموسم القادم، وده يبقى احد الحلول السحريه على ما تعمل مجلس إدارة جديد. كل دي مهام تنتظر الأستاذ ثروت سويلم لو تفرغ للعملية الفنية واستعان بأهل الخبرة
ما يسمعش أصوات الشياطين اللي عمالة تجرنا لمستنقع سوء الإدارة والعشوائية والكيل بميت مكيال وحاجة سيئة جدا لا يمكن استمرارها. يا أستاذ ثروت أنت في مأزق، وصورتك اللي فاتت أنت تستحق المفروض أفضل منها، أنا أعرفك. اشتغل على نفسك في الفترة الجاية وما يهمكش غير أنك تعمل الصح. هنا ممكن ناس تقولك متأسفين ده احنا ظلمناك، هتكمل بقى وتستنى تجيلك التعليمات وتبقى محلل؟ لا والله ما حد هيرحمك. طيب خلينا نقول انه بعد الهزيمة الفاجعة والصدمة العنيفة اللي تلقاها المنتخب كان لابد على مجلس الإدارة أن يرحل، مجلس إدارة الاتحاد، فاستقيل المهندس هاني أبو ريدة بعد ما اجتمع معاه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والناس لازم تمشي. هم مش قالوا فرصة تانية؟ هي دي الفرصة التانية، اتخذت فرصتك في كأس العالم الأولانية؟ فكان حتميا لازم أن المجلس كله يمشي ودي بداية الحساب، لكن رحيل الأفراد دون الأفكار لا يكفي. استراتيجيات لو احنا هنتكلم زي ما كل كبار الكتاب تناولوا الموضوع، لو احنا الناس ديت انت مشيتها علشان المدير التنفيذي يدير الاتحاد حسب اللائحة لمدة 90 يوم يدعو خلالها الانتخابات، الناس دي هترجع تاني وبقوة الجمعية هيرجعوا تاني وبالطريقه اللي بيتم بيها الانتخاب زي ما قال الدكتور ياسر ايوب. يا استاذ ابراهيم هيظهر ابو ريده جديد. استاذ ابراهيم لا لا لا، الجمعيه دي مواطنين، انا الاوان ان يفكروا بالعقليه دي ويعرفوا ان مستقبل البلد في ايدهم وانه لازم يجيبوا افراد جدد يضمنوا انهم يعملوا لهم سياسه جديده لازم. فهنا اللي بيتم حاليا في امر من اتنين، الامر اللائح الحتمي انه اذا استقال مجلس الإدارة المدير التنفيذي بيدير لغاية لمدة 30 يوم ويدعو 90 يوم ويدعو الجمعية عمومية. هناك محاولات تبذل ما دمنا احنا عايزين، لأنه العميد ثروت سويلم أو اللواء ثروت سويلم اللي جابه المهندس هاني أبو ريدة والمجلس السابق، فبالتالي الناس شايفة إنه ترتيب الورق هيمشي في هذا الاتجاه وهذا السياق. فإذا كنا احنا عايزين نغير وننسف حمامك القديم ده خالص وتتخلص من كل هذه الأفكار وتجيب عناصر جديدة بفكر جديد بآليات احترافية بجد بمستوى كرة يليق بالمكان اللي وصلت لها مصر في كرة القدم واللي العالم كله باصص عليها وشايفها، هناك طرح موجود كيفية إحداث فراغ إداري. يعني لو استقال المدير التنفيذي الحالي ثروت سويلم واستقال المدير المالي أصبح هناك فراغ مش عاطفي، فراغ لائحي، فراغ إداري، ومن ثم اللجنة الأولمبية المصرية بتخاطب اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يتم بمعرفة اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل لجنة من 5 أفراد لإدارة الاتحاد خلال 90 يوم برضو الثلاث شهور ثم الدعوة إلى جمعية عمومية خلالها. فده طرح موجود وده طرح موجود، ده طرح رومانسي غير واقعي، لأن أنت الناس اللي استقالت مش مقتنعة انها غلطانه، هو مش في ايدها ان هي تقتنع. لا ممكن تقتنع. ممكن زي ما انت بتقول كانوا يؤثروا عليه ويقولوا له استقيل انت كمان، لكن هم بالعكس هم شايفين ان وجوده يعني هم قاعدين، ده تصور. لكن انا بقول لك ممكن هنا بريد يدهشنا وينحاز لنفسه ويعمل حاجه صح. مساله ان انت تعمل فراغ ده مين اللي هيسمع كلامك بقى؟ عدم استقالة الاثنين، مين اللي هيستقيلوا؟ إن لم يستقيل فالوضع القائم دول هيديروا. طيب هل هيديروا بنفسهم ويرتبوا لغيرهم ويرجع تاني نفس الأشخاص، ولا هتبقى فيه الرغبة العامة والتوجه المسؤول نحو ضخ أفكار جديدة؟ أنت ليه بتقول نفس الأشخاص يا أستاذ إبراهيم؟ انت هتلاقي نفس الوجوه سواء اللي بتخرج وبتيجي، ما هو هم عمالين يعني فين العروسه. انت في ناس بتخلص مدتها بيجي ناس تانية، هات لي حد جديد على مدى 20 سنة اللي فاتت.
هتلاقي نفس الوجوه حتى لو ما كانتش موجوده لكن كانت قريبه، هتلاقيها في لجنه مهمه في شؤون اللاعبين. يا استاذ ابراهيم نفس الاسماء، نفس الاسماء، هم حوالي 15 20 اسم لكن بيعملوا لك نفس المنتج، نفس الافكار. انت عايز حد ممكن يكون يعني له تصور جديد. بعدين الشباب كتير من الولاد، هو البطوله دي ما افرزتش شباب نجح في الاداره، في شباب كتير منهم هتلاقي ناس بتوع كوره، ومش شرط يكونوا يعني هتجيب منهم رئيس الاتحاد، ما انت عندك اسماء كتيره شخصيات عامه قويه تقدر تكون على راس الهرم الاداري ومعاها مجموعه شباب. الكره المصريه يا جماعه تستحق افكار جديده، الكره المصريه تستحق مكانه احسن من كده بكتير جدا، الكره المصريه تستحق ان يبقى لها منظومتها ونظامها المختلف. احنا مش لوحدنا على الكوكب اللي بنلعب كره قدم، العالم كله بيلعب كوره وعنده نظام في الكوره. الساده اعضاء مجلس اداره الاتحاد السابق عندهم افكار بس عندهم مصالح ضد الافكار. لما كان حد يقول لهم رابطه الانديه المحترفه هو ده النظام الامثل، انتوا عمالين الانديه تتخانق مع بعضها وانتوا منحازين، وكل سنه يقول لك خدنا مهله خدنا مهله خدنا مهله. طب انتوا ليه ساكتين او ليه مش عايزين تعملوا رابطه الانديه المحترفه؟ عشان ضد مصلحتهم. لانه ببساطه شديده انت لما تعمل رابطه للانديه المحترفه، هذه الرابطه هي اللي هتدير مسابقه الدوري، الدوري الممتاز، هي اللي هتوزع وتتحكم في توزيع عوائد البث، الكعكه الكبيره لصالح الانديه. طب ما انت رقم واحد اعضاء مجلس اداره الاتحاد، بهذا التحكم في هذه الكعكه بيستقطعوا جزء لانديه القسم الثاني والثالث تحت حجم الاعانه بشيك للدعم بيصرف ويسلم ليله الانتخاب، فتيجي الاصوات عايزهم يسيبوا الكعكه فيفقدوا الاصوات، نبقى بنهزر. عايزهم يتخلوا عن الكعكه فبالتالي يتخلوا عن تعاقداتهم الاعلاميه، برضه نبقى بنهزر. الناس ارتبطت مصالحها بشكل مباشر بالتحكم في مسابقه الدوري، عارف ان وعوائد الدوري. بما انت ذكرت سطر كده عوائدهم الاعلاميه، لابد من تغيير القانون، لابد آن الاوان ان ممنوع الازدواجيه دي، ما ينفعش انه يبقى الاعلامي عضو في اداره اي مؤسسه رياضيه، اي مؤسسه ولا نادي حتى. انت اكبر قوي، انت قاعد فوق بضمير بتراقب وبتقيم وبتنقد وبتحلل ازاي تبقى جوه المشهد. الموضوع اللي احنا فيه النهارده ده كل الفضائيات هتجد يعني موقف صعب جدا في الفضائيات. هم موجودين بصفاتهم الاعلاميه ومش هيبقوا موجودين بصفاتهم دلوقتي ومصالحهم الاداريه. هيعملوا ايه؟ عايز اقول ان كلهم على المستوى الاعلامي زملاء ليهم كل التقدير والاحترام، لكن هذه الازدواجيه قاتله. لا وناجحين اعلاميا بالظبط. طب وليه تخسر الاعلام؟ بالظبط. ما تجيب حد يا اخي تقعد تحاسبه انت. بالظبط. هتضطر تقول كلام ما كنتش بتقوله وانت عضو اتحاد كوره. بالظبط. هتقول كلام لمصلحه البلد فعلا. بالظبط. هتقول راي نقدي مجرد. فانت محتاج ان اللوائح تساعدك ان لا الدنيا تتظبط يا استاذ ابراهيم. انما كده انا شايف ان احنا ممكن تغير الافراد لكن مش هتغير الافكار. فكل الامل انه سواء ادار اللي هو ثروت سويلم او تم تشكيل لجنه، ده اللي هيبان خلال الايام القليله اللي جايه، ان يكون التوجه ان احنا عايزين نعمل كره قدم بجد. هو كان اللائحه يا استاذ ابراهيم ان بجد. من حق مدير الاتحاد يشكل لجنه تساعده، هل ده قائم ولا اتلغى؟ هو ما هو بيشكل لجنه من المدير المالي واي عناصر في لجنه المسابقات. لا من داخل هو من الاتحاد. حقه يستعين بمن يراه اظن. لكن زي ما بقول لكم نحتاج ما هو اكتر. بس كمان الامر الحتمي وشديد الالحاح، لازم نحافظ على نجاح كاس الامم الافريقيه، لازم خروج المنتخب لا يفقدنا لحماسنا في المتابعه ولا في الحضور ولا حتى في التعاطي الاعلامي. محتاجين ان احنا نكمل لغايه النهايه بشكل حضاري ومحترم
في استضافة الوفود الأفريقية الشقيقة اللي موجودة، وفي أيضا عدم إطفاء أنوار الكان. لازم نفضل على نفس الدرجة من الحماس. انا نفسي ان الفاينل يبقى احلى من الافتتاح، وان شاء الله حفل الختام يكون اعلى بالحضور، الحضور الجماهيري اللي يروح الاستاد يستمتع بمباراة ان شاء الله تليق بمستوى البطولة. خرجنا منها بس نتمنى ان احنا نكون خرجنا بدروس كبيرة، وخرجنا برغبات ملحة جدا في ان احنا ننسف هذا الحمام القديم، نتخلص من كل هذه الافكار والنظام الكروي البائد اللي موجود. نتمنى إن شاء الله. هل لديك أقوال أخرى؟ لا، يعني هو مؤكد أن الخروج أخلي بحسابات كتير جدا. فأنا معاك أن البطولة تستحق مننا علشان تاخد حقها أن إحنا نظل على الزخم الجماهيري، نظل على الحماس بتاعنا، نظل نقول للناس أن إحنا ناس بتوع كورة برضو، بنحب الكورة الحلوة، نستمتع بالكورة بقى. نستمتع بالكورة ونأمل في خيرا في الإصلاح. كان عندنا فيديوهات كتيرة لهذه المعالجة في هذه الليلة الصادمة، ربما في حلقة الخميس يكون لها متسع من الوقت. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير، ونسيبكم مع بعد البرنامج مباشرة مباراة الأهلي الودية التي فاز فيها اليوم على سوكر سمارت الأسباني 9-0 في أولى تجاربه في أسبانيا. تصبحوا على خير. جمهوركم معاكم. إلى أسبانيا تصحبكم قناة الأهلي.